شعرية قوي. مع اني ملاك لكن ساعات كنت اتمنى اكون من اهل الارض. الشياطين يعني انتوا ملايكه بجد يا خي ولا تعبروه. هما بيضحكوا علي انا مش قادره. نازلين زي عوايدهم عشان يفسدوا في الارض. شوف شوف الصلب يا ابلس يا اخويا. طب واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ ما هما اللي فاسدين خيرا. دول حتى بيجيبوا لنا شغل لحد يكره. الحرب اللي هناك دي ابلس لذيذه عمالين يقتلوا في بعض. هوب 65,000 واحد مات. حلو حلو. لا مش حلو. ليه؟ في 10 منهم قاموا هيعيشوا. معلش معلش. ولا المجاعه؟ المجاعه اللي هناك دي. ايوه شايفها. ايوه تفطس من الضحك. بيموتوا من الجوع. عيال وستات وعواجيز وشبان زي الورد. ياه كل دي ناس رايحه المحاكم. لا لا بقى كفايه تريقه البشر. ممكن تسيبوا الانسان في حاله؟ ممكن كل ده ولسه بتسموه انسان؟ طب بعباره ايه؟ قصدكوا ايه؟ افهموها بقى. البني ادم بتاعكم اللي طالعين السما بيه مفيش رجا فيه. ليه؟ لان الطبع يغلب التطبع. والمثل بيقول على الاصل دور واساله داروين قالها من زمان. اللي بتسموه انسان في حقيقته حيوان. واللي منهم مجرد فلك الدرج. جايز ده صحيح من الناحيه الجسديه، انما الانسان طول عمره انسان برقي المشاعر وسمو عقله ونوم يفعله. ما يعرفش. طيب بيننا وبينكم التاريخ، والتاريخ ما يكذبش. تعالوا نرجع بالزمن لورا واتفرجوا عليه من يومه كان طبعه ايه. البني آدم ظهر من حوالي 1,000,000 سنة، لكن احنا مش هنرجعكم كتير، يكفينا 100,000-200,000 سنة. ما تنسوش ان الانسان وقتها ما كانش اقوى المخلوقات، وكان عليه يصارع الطبيعة القاسية عشان يضمن انه يفضل على قيد الحياة.
كانت الدنيا غابة كبيرة، وكان قدرا عليه أن يأكل أو يؤكل. الجواز ظهر.
كان البقاء للأقوى، وكان في ذلك حكمة. كان انتصاره عظيماً عندما اكتشف أن قوته تكمن في قدرته على استخدام عقله وذكائه، وكانت خيبته عظيمة لما استخدم نفس عقله في ارتكاب أبشع خطيئة.
لما حب يدلس اتواكس. تنكروا انه حتى الان لسه بيكره وبيحقد؟ لسه بيحسد، لسه بيطمع وبيخدر وبيخدع، لسه بيقتل حتى اخوه الانسان. احنا ما بننكرش بالمره ان في قله شريره مندسه، لكن الاغلبيه عرفت معنى الانسانيه. يعني ملاك انت وهو، بطلوا طبيعتكم دي بقى. البشر كلهم عجينة واحدة. واسألونا احنا. كل ما في الامر ان القوي فيهم بيقدر على الشر، بينما الضعيف لا. قلتلكم مفيش فايدة من المناقشة معاهم. طب احنا بنتحداك، اختاروا واحد على كيفكم من العصر الحالي، وتعالوا نشوف اذا كان اتحضر وترقى ولا لسه همجي وبدائي. ماشي، دوروا اختاروا. طب سيبونا شوية نفكر، اصل دي حاجة تحير. تحير؟ تحير ليه بس؟ ما قدامكم ناس كتير اهم، اختاروا اي حد فيهم، ولا تحبوا انتوا ترشحوا واحد وهم ينتخبوه؟ لا لا ارجوكم، ما لكمش دعوة بيهم، دول السادة المتفرجين. طب انا عندي فكرة نيرة، اول واحد يمر من ناحيتي يبقى هو اللي عليه العين والنية. موافقين. قلتوا ايه؟ دي اكيد انتوا اللي بعتنا. لا يا عم مش لاعبين. طب تعالوا 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 ما تتنسوش، نشوف حد تاني. طب خلوها الناحيات وينالوا. حسنا لله محسني، حسنا لله. لا لا ده شحات، لا يمكن، ما ينفعش. اول مره اشوف ملف طبقي وبرجوازي. لا، الشخص المطلوب شرط اساسي يكون انسان عادي، ده اللي يمثل ملايين الناس في العصر الحالي. هي قلتوا ايه؟ حاضر، نصبر لما نشوف اخرتها معاك. اهو الدور عليا. مات ميديا حورية، مش على قد رجليا. استنى الأول لما نعرف شيء من أفكاره. لحظة من فضلك، أنت مين؟ الاسم آدم عبد ربه آدم. والمهنة؟ معلم أجيال. قصده مدرس إعدادي. شي بس بقى. ادينا فكرة عن حياتك. انا انسان عادي، ودي هي حورية مراتي، عرسان طازة يا دوب سنادي. وايه عيوبك يا ادم؟ يوه عيوبي كتير ما انكرشي، انما عيبي الاساسي اني صريح ما كذبشي. مظبوط يا حياتي، عمرك ما كذب ولا انا. طب المدام عندها كام سنة؟ ها؟ نعم؟ مش واخدة بالي، إنما هو أكبر مني 10 سنين بالملي. قولي بصراحة مطلقة، عرفت كام ست قبلها؟ يو مين أنا؟ ما بلاش السيرة دي، ده أنت غتت. حبيبي إنسان مثالي. فعلاً ده حقيقي، طول عمري دغري وفي حالي، آمن موضوعي ومثالي، عاقل جدا وصابور، إنما أبدا مش مغرور. وأنا كذلك. وهي كذلك، ولإني عندي مبادئ، أكره الكذب ومستحيل أغش، لا يمكن أنافق
اسكت لان الساكت عن حق شيطان اخلص ويتافه. حبيبي انسان مثالي، حبيبي نقي وطاهر، شجاع مكافح، وفوق ده كله شاعر. شاعر عظيم من فضلك وعبقري ومفيش في الزمن ده زيي ومتواضع. وخلف كل عظيم امرأة اعظم منه بمراحل. طب قول ايه رأيك في الدنيا يا آدم؟ جميلة هي الحياة رغم المتاعب والمآسي، فقط لو كل الناس يبقوا زيي. الله يا حبيبي دي كانت تبقى الجنة حقيقي. ولهذا فالحكمة في رأيي هي تجنب المعاصي، وتحضرني بالمناسبات قصيدة ألفتها السعادي في التو واللحظة. سمع هص الوحي نزل. آدم حيشعر. قول يا شاعر. ده من الشعر السياسي. أما من الشعر الأخلاقي كن أنت نفسك، كن أنت نفسك ولو كنت صعلوكا وضيعا، عش طاهرا شريفا حتى لو كانت حياتك هبابا وطينا، وإن وقعت يوما في بلوعة المجاري اللعينة لا تقل أف ولا تشعر بضيقة، هكذا الدنيا منذ بدء الخليقة صراع كلاب أحمق على عظمة صغيرة، فماذا يفيدك لو أكلت العظمة وحدك وبعد الهضم خسرت نفسك والحقيقة. بني آدم بتاعك اختراع اللغة عشان يكذب ويزيف حياته، إنما المحك ده تصرفه وفعله. عشان كده لازم نختبره. إزاي يعني؟ ندخله في تجاوز ونشوف إيه هيكون رد فعله، هيتمسك بالفضيلة ولا هيسقط في الخطية. بشرط ما تكونش تجارب صعبة. لا اطمنوا اطمنوا، هتكون الأسئلة سهلة جدا وكله من المقرر على البشرية. وزيادة في الاحتياط هنتخفى احنا وانتوا في اشكال بني ادمين. ايه؟ ليه؟ معلش بلاش معلش بلاش معلش معلش عشان نعرف نلعبه كويس. ها عندكم تمحيط تانية؟ لا يبقى اتفقنا عليه. ادم عبد ربه ادم، استعد يا همام، من الان يبدا الامتحان. بابوس بابوس ديلك. يلا يا حورية، الظاهر ما فيش اتوبيسات بتيجي الناحية دي. يلا يا حبيبتي تعالي ناخدها كعابي لحد بيتنا. يلا عن اذنك يا اخ، عن اذنك معايا حريم، وكمان لابس لي كومبينيزون احمر يا اخي. ما وجعت ليش؟ مشطان بحس. المهم انتوا فتحوا عليكم وشهدوا على تصرفاته وفعله، لان انتوا اللي هتقرروا وانتوا اللي في الاخر هتحكموا علينا او عليه. والان السؤال الاول في الكذب، لماذا يضطر الانسان للكذب؟ لا تكذب. Thank you.
يا سلام، الواحد ما يرتاحش غير في بيته يا حورية. لا مؤاخذة، يلا يا حورية حضري لنا العشاء احسن، انا واقع من الجوع. ما حضروا لنا ايه؟ فاضل عندنا بقية الغدا. ايه ده لسه فايض؟ كله فضل خيرك يا عينيا. يلا حسبي الثانية يا حورية حسبي. الله، الجبنة والزيتون والعشاء بطاطا. البساطة البساطة، يا عيني على البساطة. لا سيبيني انا اغرف بنفسي. اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. الله، والله طبيخك تقدم يا حورية. شبعتي يا عينيا؟ الحمد لله، بس انت ما تعشتيش. انا الحمد لله تعشيت امبارح. يلا الاكل الكتير بيعمل تخمة. على رأيك. استني يا حورية، ابقي فكريني يا حورية نشتري كرسيين تيفال. الله، اهو انا احب اشرب الشاي في الطراوة. يلا يا حورية قومي افتحي لنا الشباك. يا سلام عليك يا ادم، تعبانة طول النهار مشوارة في الشقة. عندك حق يا روحي، خليها علي المرة دي، ده انا اتعب عشان سواد عيونك. امري لله افتحه انا. لا مؤاخذة، الظاهر حد من الجيران بيتنفس. قوليلي يا حورية، انتي صحيح سعيدة معايا؟ طبعا سعيدة يا آدم، وده سؤال برضو، ولو ان الشقة مالها؟ ما فيهاش منشر، مش عارفة انشر فين. يا ستي مدي ايدك وانشري في بلكونة العمارة اللي قصدنا، ده احنا احسن من ناس كتير. بالحق نسيت اقولك، اختي وجوزها بيتهم وقع امبارح تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده البيت الجديد يا آدم، الجديد اللي لسه ناقلين فيه. ربنا يصبرهم يا حورية. عزمت عليهم يجوا يقعدوا معانا. يقعدوا فوقينا، قصدي معانا، يباتوا معانا هنا في الشقة يا حورية؟ مؤقتا يا حبيبي، تتضايق؟ لا ما دام مؤقتا 7-8 سنين لغاية لما يلاقوا شقة مفيش مانع. ده احنا نشيلهم فوق دماغنا يا حورية، الناس لبعضيها. يخليك ليا. ولا يحرمنيش منك يا آدم يا ابن عبد ربك. طب بقول ايه يا حورية؟ نعم يا عينيا. مش نقوم ننام بقى؟ إذا كان جاي لك نوم. جاي لي يا حورية. جاي لي بس قلعيني الأول ال عنك يا حورية، عنك يا حورية. مش نقلع هدومنا الاول؟ ايه؟ بعدين تتكرمش. ما تتكرمش يا حورية، دي دي كلها مظاهر فارغة يا حورية. حورية يا آدم، يا آدم مش كده. وحشتيني وحشتيني يا حورية. يا آدم الجيران صاحية. ما احنا كمان بنسمعهم يا حورية. وحشتيني، اديني ايدك. لا لا ما يصحش. لا لا، يبقى انت ما بتحبينيش يا حورية. يا لهوي، ده انا بحبك وبموت فيك. طب يلا. وحشتيني وطال الاشتياق. اصبحي على خير يا روحي. يلا خدي ريحة يا حورية، كمان ريحة بس يا حبيبتي. والله يا حورية خايف يجوا ياخدوني مخالفة صف تاني.
كنت بتقول ايه؟ بقول لك اقفل الشباك. ايه يا حبيبي الزيطه دي؟ ده واحد بيحاسب التاكسي تحت مالناش دعوه. الشقة وسعت. تربيت تبقى بالشقة كويس؟ أيوة ليه؟ محسن حرام يخش يسرقنا من غير ما نحس. من غير ما نحس. نام يا حورية، ما أنا ساند الباب برجلي. يوم سدات اكثر يا حوريه. ها شفتي اول خطيئه ارتكبها صاحبكو؟ تقدر تقول لي هو كذب على مين دلوقتي؟ يا ريته كذب على حد. المصيبه انه بيضحك على نفسه. شفتي ازاي هربان من الواقع وبيخدع روحه؟ طب وانتوا مالكم؟ الكذب اول الطريق لجهنم، واصبروا عليه وهتشوفوا النتيجه ايه. ايه يا حبيبي مالك قلقان ليه؟ اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. ربنا ادانا كل حاجه الا موضوع واحد، الخلفه. والنبي يا رب يا رب. لجئ لك يا حبيبي، لجئ لك يا رب يا رب. نفسي في دسه عيال، دسه عيال يملوا علينا البيت ويتنططوا حوالينا ويملوا حياتنا سعاده وبهجه. يسمع منك ربنا. امتى امتى نخلف بقى؟ اوسع شويه. السؤال الثاني في الفتنه، اذكر سبع فوائد للفتنه. لا تفتن. صباح الخير يا تلاميذ الاعزاء، يا شباب المستقبل وامل الغد. طلعوا الكراسات، طلعوا الكراسات. ما معكم شيء؟ طالعين رحله للاناط الخيريه؟ لا 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 لا، امنعوا الضحك، امنعوا الضحك. من فضلكم من فضلكم مش عايز زيطه، وارجوكم تساعدوني عشان اسلحكم بسلاح العلم. وانت يا طويل يا هبل الورا اقعد مكانك. ابن الضحك. نخش في الدرس. موضوع درس اليوم، مين اللي حذفني بالطباشيره؟ مين اللي حذفني بالطباشيره؟ محدش عايز يتكلم؟ على العموم انا عارف هو مين، بس مش هقول. انا عايزه هو اللي يخلي عنده الشجاعه الادبيه ويقف ويواجهني. ابن الضحك. طيب عقابا ليكم، انا عامل لكم امتحان مفاجئ على غفله يوم السبت الجاي ان شاء الله. ما علينا. بالمناسبه في زميل ليكم ارتكب في حقي امبارح فعل شنيع، جاب لي جواب من والدته عايزاني اروح لها البيت. لا ولا مش عشان اغسل لهم، عايزاني ادي ابنها درس خصوصي بالفلوس. فاكر اني ممكن اتخذ من علمي وسيله للتجاره والكسب المادي. تقدروا تقولوا لي لو كل واحد في شغله عمل كده دي تبقى حياه ولا نبقى عايشين في غابه؟ صحيح انتوا هنا 80 راس ما شاء الله، لكن دي ظروف بلدنا ولازم نستحملها. ثم ان الوزاره بتدفع لي مرتب، لا مؤاخذه بتدفع لي مرتب عشان اعلمكم، ما بتدفعليش شويه يا مؤاخذه. دول 37 جنيه و40 صاغ. الحمد لله الحمد لله. مكفين
وفيضين، وبتبرع بالباقي لسادات ديون مصر. اضحكوا عليه في الخيمة اللي انا فيها، انه ضحك. افرضوا حتى يا ابنائي، افرضوا ان المرتب يعني مجوعني انا ومراتي، مش هي دي المشكلة يا اولاد. لما لازم تفهموا يا ابنائي، لازم تفهموا انكم لو خرجتوا من الحصة مش مستوعبين الدرس، يبقى انا قصرت وفشلت في اداء وظيفتي. والله عارفك، والصوت جاي من الناحية دي. ها نختشي بقى، نرجع للدرس. الاول هسألكم سؤال وعايز حد يجاوبني. خدوا بالكم، مين فيكم يا شطار يقدر يقول لي ايه اللي بيميز الانسان عن باقي المخلوقات؟ واحد اللي ما فيه واحد رفع صباعه. انت يا اخويا اللي في الجنب، لا اللي جنبك اللي نايم صحيح، اصحى يا اخويا تشطف وجاوب. ايه الانسان حيوان ناطق، اللي موافق على الكلام ده يرفع ايده. نزلوا ايديكم كل قوات، لان عندكم البغبغان ممكن يقلدنا، بينطوا ويقلدنا. اللي بعده انت اخويا اللي في الجنب، ايوه انت ما تستهبلنيش، ايوه يلا اللي مشغول في كتف زميلتك، ايوه يلا وقف وجاوب. ايه الانسان حيوان ضحك، ضحكت عليك نفسك اهو دي. اهو اللي بعده اللي بعده، ما هو واحد فيكم يقف بكرامته بدل ما وقفه بالعصايا. لا امنعوا الضحك، امنعوا الضحك، امنعوا الضحك، امنعوا الضحك، قول لها امنعوا الضحك. طبعا خايف، امنعوا الضحك، امنعوا الضحك، امنعوا الضحك. والله ما انا سايبك، امنعوا الضحك. هنا شوكولاته، ايه دي؟ كلينكس؟ مش في الفصل، مش في الفصل. امنعوا الضحك، امنعوا الضحك. اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، امنعوا الضحك، امنعوا الضحك. ايه ده؟ ايه ده؟ اوعي شوكولاتة في الفصل، شوكولاتة في الفصل. قصة عليك يا اخويا. وبعدين ايه؟ اطلع فوق، هو اطلع فوق وانا بتاع اللبن. يلا اللي بعده، اللي بعده، ايوه دي اوفي اهي. برافو، زميلتكم في سنكم اهي، زميلتكم قربت من الاجابه الصحيحه، بتقول تقول ان الانسان حيوان مفكر. سقفوا لها، خلاص خلاص شغالين، تموتوا بالهيصه. امنعوا التسعيف يا ابنائي، يا ابنائي، ان الانسان يتميز عن باقي المخلوقات بالفضيله، بايمانه بالمبادئ القويمه. وموضوع درس اليوم من أخطر المواضيع التي تمس شرف الإنسان، ألا وهو الفتنة. وكلنا عارفين أن الفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من إيه؟ في نفس واحد. الفتنة أشد من إيه؟ شطة وكتاب الله عارفك. الولد الرقيع اللي بيعمل الصوت الرقيع ده أنا عارفه، وهو عارف إن أنا عارفه، وممكن اطلعه من وصيكم في ثانيه. مين هو بقى؟ مين
عايزين، محدش عايز يتكلم، محدش عايز ينطق. لا اسكت يا ماجد، اسكت يا ماجد، اخص عليك يا ماجد. انا طلبت منك تقول اسمه، انا طلبت منك تفتن عليه. اخص عليك يا ماجد، اخص عليك. امال انا لسه بعلمكم ايه؟ انا عايز هو اللي يقف ويجاوب بنفسه. اخص عليك يا ماجد. ما تعرفش يا ماجد يا ابني ان اللي يفتن على زميله ممكن يفتن على اخوه، ممكن يفتن على بلده كلها. اخص عليك يا ماجد. طب اقسم بشرفي الذي لا املك الا هو حاليا ان اللي هيفتن على زميله لو سقطوا فيه مادتي وادي له صفر، مفهوم؟ كمان في صرصور ودني يا بجحتك يا اخي. صباح الخير يا استاذ ادم. صباح النور. انا مفتش المنطقه. اهلا وسهلا. قيام يا ولاد، قيام يا قيام يا ولاد، بقالكوا ساعه قاعدين، مش معقول. لا مؤاخذه يا سياده المفتش، انا جاي في تفتيش مفاجئ لان الوزاره مقلوبه بسببك. بسببي انا؟ خير يا فندم؟ لا مش خير يا استاذ ادم، في اشاعه ماليه الوزاره ان التلاميذ اللي عندك كلهم بلا استثناء بينجحوا بالدرجات النهائيه. ايوه دي مش اشاعه، دي حقيقه، وده يزعل الوزاره في ايه؟ ابدا، أستك لسه مدرس جديد. اهو بقى قول لي، تكونش بتبيع لهم اسئله الامتحانات؟ لا من فضلك انا لا اسمح. فهمت، يبقى بتديهم كلهم دروس خصوصيه في منازلهم. عمري في حياتي ما اديت درس خصوصي واحد. عمرك ما اديت درس خصوصي؟ طبعا. وقادر تعيش ازاي؟ بكافح، الفلوس مش كل حاجه، اهم حاجه عندي اداء الرساله. لا يا استاذ ادم، الكلام ده ما يخش عليا انا. قول يا استاذ ادم. ايوه يا فندم. انت بتراقبهم كويس وهم بيجاوبوا في الامتحانات؟ لا طبعا يا فندم، انا بخرج من الفصل واسيبهم لضميرهم. نعم تكون القسم الكتب يا استاذ. ليه يا حياتي؟ اتفضل يا استاذ، بس كده تختارك. يلا يا اولاد، احنا لسه كنا بنشرح في موضوع الدرس، هسالكم سؤال حول الموضوع وعايز حد يجاوبني. مين فيكم يا شطار يقدر يقول لي بقى ايه اللي بيفرق الانسان عن الحيوان؟ ايوه قول انت. ايه؟ الانسان ملوش ديل؟ يا سخافتك يا اخي، ما هو معروف، معروف ان الحيوان بس هو اللي ديل، احنا عارفين ده ودي حقيقه. حكوا على ايه؟ مش فاهم. ايه يا اولاد جرالكوا ايه؟ ايوه ايوه الحيوان بس هو اللي يديل. ايوه بس مش هو ده الفرق الجوهري. لا يا استاذ ادم، ممكن كمان الانسان يبقى له ديل. سياده الفتش ما تقولش الكلام ده قدام الاولاد. ازاي ازاي الانسان بقى هيبقى له ديل يعني؟ لما يكون زي سيادتك. ايه؟ حسس. وكمان ملون. هي دي التربية اللي بتعلمها لهم يا أستاذ؟ يا فندم القاعدة الطلابية سليمة، إنما هناك فئة مندسة هي اللي بتعمل الشغب، وأنا متأكد تمام التأكد إن هو طالب واحد بس اللي بيعمل كده. ومين الطالب ده؟ أنا ما أعرفوش. نعم مش مكسوب من نفسك؟ عندك لفت نظر هتحط النهاردة في ملف خدمتك، والطالب ده تعرفه دلوقتي حالا. مش حاضر دلوقتي حالا يا أستاذ آدم. يا رب سامحني مضطر اغلط، يا رب توبة بس انقذني النوبة. يا ولاد مين فيكم اللي علاق للديل؟ بتضحكوا انا في ايه ولا فيه دلوقتي؟ بتضحكوا علي ايه؟ فضلكوا يا ولاد، محدش عايز يتكلم. طيب اللي شاف زميله بيعلق للديل يفتن عليه، مفيش حاجة، دي مرة هتعدي مش اشكال، مفيش حاجة. يلا يا ولاد محدش عايز يفتن، والله لا سقطكم كلكم، محدش عايز يفتن. طب ماجد انت في الثاني، ماجد قول يا حبيبي، قول يا ماجد، قول يا ماجد، ها قول يا ماجد، قول يا حبيبي، قول ما تخافش، ما تخافش مش هسقطك، قول قول يا ولد ما تخافش، والله ما هسقطك، هتخرب بيتي، هخرم لك عينك يا ماجد. هيقول يا فندم، هيقول هيقول. ايوه ايوه عرفته؟ طبعا يا فندم، وزي ما بقول لسعادتك ان هو طالب واحد بس، واكيد من بيئه واطيه واهله ناس منحرفين. خلصني، اسمه ايه؟ اسمه علي، علي عوض يا فندم. اخرس يا عديم النظر. ايه يا فندم؟ ده يبقى اسمي انا. بتدبسني يا ماجد؟ هو سعادتك لا مؤاخذه تبقى علي عوض؟ ايه ما انا شايف. قول لي عادي ومروح معاك. لا مفيش داعي يا فندم،
لعلمك يا افندي يعني ابني متربي احسن تربيه، انت موقوف عن العمل ومحاول للتحقيق يا فندم. هو التعليم باظ من شويه استاذ علي عوض. هو من وشي. طب كرباج ورا قصه. مالك يا حورية زعلانة ليه؟ تعبت ثلاث ساعات والأتوبيس ما يجيش؟ إحنا اللي جينا بدري. اصبري شوية يا حورية ما تبقيش شكاية. أنا شكاية؟ شكاية إيه؟ دي حتة مقطوعة بينهم لغوا المحطة. وكل حاجة بنجيبها على الحكومة يا حورية لغوا لغوا لغوا. لما بيلغوا ما بيلغوش المحطات، بيلغوا الأتوبيسات. لما المحطات هيعملوا بيها إيه؟ شوية عواميد هيحصل إيه؟ ما تبقيش كده يا حورية مش الدرجة دي، ومن الأول قلت لك تعالي ناخدها كعابي، دول 19 محطة مش مشكلة. يلا يا آدم يلا. يا كسرتي إيه؟ مالك؟ رجلي رجلي اتلوت في حفرة. يا سلام، طب ما الشوارع كلها حفر يا حورية، أنت المفروض تخلي بالك وتمشي بين الحفر. ما هم مظلمين الشوارع، ما شفتهاش. حورية برضو هم مضلمين ومش مضلمين، الحكومة هتعمل لك ايه يا حورية؟ يا حورية احنا بلد نامية، لازم نوفر في الكهرباء. ثم الحكمة بتقول بدل ما نلعن الظلام نوقيت شمعة. لو كل مواطن خلى عنده دم ومسك شمعة وهو ماشي في الشارع يا حورية، هنبقى شعب منور، كلنا منورين. وأنا كتبت قصيدة بالمعنى ده مطلعها يقول بالشمعة تضاء الديار. آدم قلتم على وشي؟ وقفت تقول شعر وانا رجلي مكسوره؟ ما انا متجوزك ليه؟ مش عشان المناسبات اللي زي دي اقول فيها شعر يا حورية. طيب خلاص هشوف لك تاكسي وامر الله من على نصيحتك. ما تغيبش عليا. حاضر يا حورية. تيجي اوصلك يا جميل. نعم. وماله وماله دمك زي العسل. دم اهلك يلطش. ان كان اللي اجيب لك جوزي اقطعك حتت. قطعي لي حتت وقليني في الزيت. يا ادم ادم يا تعال تعال شوف اللي بيجرالي. الاستاذ بيبصبص لي. يا خلتك انا واقف مستني الاوتوبيس. مش عمال تقول لي يا مقلوز يا مانجا يا جميل يا قمر. قمر قمر بالصدر يا اختي. طب بذمتك يا بيه دي خلقه تتعاكس. يلا يا استاذ يلا يا استاذ. عيب عيب بقى عيب، احنا في الشارع عيب، خلي عندك اخلاق. ايه رايك بقى انا مش عايز اكلمك عشان معاك حريم. لا تعالى كلمه انا عايز اشوفك اكلمه ازاي. مش بس يا حريم معلش يا حريم بس اوسك يا بس بس بقى اتمشي احنا في اول الليل يا حريه. ايه يا حريه؟ راجل ماشي في الشارع بيقول لك يا جميل يا مقلوز يا قمر، ما بيشوفش. مش عارف ايه اللي حصل لي الليله دي، مش عارف اعبر. انا قصدي اقول ان ده راجل مش متخضر، راجل همجي. نعمل علينا بعقله يا حورية. نعمل علينا بعقله ونضربه بالجزمه ونخرم له عينيه. طيب ولما نخرم عينين بعضينا يا حورية ايه النتيجه؟ يا انت هتترمي لي يا اما انا هقضي بقيت عمري في السجن. الهدوء اللي انت فيه ده، انت عايز تنقطني؟ ما انت شايف عمل لي ايه؟ فور لي دمي. يا سلام، طب وإيه اللي في حياتنا ما يفورش الدم يا حورية؟ هاتيلي حاجة ما تفورش الدم. مواصلات ما تفورش الدم، مترو الأنفاق ما يفورش الدم، الصرف الصحي ما يفورش الدم، المية الكهرباء السكن العيش واللي عيشها واللي عايشينها ما يفوروش الدم يا حورية. ده
حتى الدكاترة اللي المفروض يعالجوكي بتخش لهم سليمة أتعبهم تجيب لك ضغط دم يا أخوي. يعني نعمل إيه يا آدم؟ نطق؟ أبداً يا خورية، الحل بسيط جداً. كل عناصر الحياة اللي أنا قلتها لك دي نعتبرها كماليات ونستغنى عنها خالص يا حورية. لازم نترفع على الحاجات دي يا حورية ونبدأ نعيش بروقان بال، إنما نغضب الغضب حماقة يا حورية. عمر الغضب محل مشكلة، لأن الغضب يا حورية بيخلي الإنسان يتحول إلى يتهور يخلي الإنسان ويفقد أعصابه من غير ما مفروض تخلي نفسك بردة تحط أعصابك في دماغك، إنما هنغضب الغضب حماقة يا حورية. عمر الغضب حماقة. أنت حيوان، أنت حيوان اللي بتضرب كراكس. حمار لما قصت إيه؟ بضرب كراكس إيه هاني عشان تنزل البيت. يا سلام، كل الكلاكسات دي هاني. بيب 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 بيب. كان شارع ابوك انت هتلبخ. ايه ده؟ يلا يا شاطر، يلا يا ولا، يلا يا ولا، يلا يلا، قصدي يلا يا ابا، يلا 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 يا شاطر، يلا حبيبي، يلا يلا يلا، بدل ما مد ايدي عليك الليله دي. ما تقدر. ما اقدرش ليه يا ولد؟ بقول لك امشي من وقت. يلا شاطر، يلا حبيبي، يلا اتكل على الله، اتكل على الله، اشتري عمرك، اشتري عمرك، ما تستفزنيش، هرزعك علقه هتضيع فيها. ما تقدر. ما اقدرش ليه؟ ما تخليك واقعي يا ولد. شوف عودك وشوف عودي. عود ايه؟ دي خله سنان وفيها زيتونه. اجري اجري يا ولد، اجري اجري، يلا هدكك دك عاملك لبيست قلم جاف. ما تبجحش. ما يلا شاطر، يلا حبيبي، يلا يلا يا ولد، يلا يلا، ده انت عايز لك فمطاصين محلول الجفاف. يلا يا ولد، يلا امشي من هنا بقى، سيبني لإيه بقى، اقول لك اتقي شري. يلا يا حريه. ما تقدر. طب هات لي عماره للفتوانه دي يا ولد، ده انت يا دوبك مشروع بورص. اجري بقى، اجري اجري. ما تقدر يا ولد، انت بتلعب كمال اجسام في مناخيرك بس. امشي بقى لك لحالك، امشي لك لحالك. هي عافيه؟ ايوه يا عافيه. ما تقدر. طب اعمل له ايه؟ هروح فيه في ده يا حريه. يلا يا شاطر، يلا بابا، يلا يلا يلا، حطيرك نفس حيطيرك. يلا اجري، بقول لك اتكل على الله. يلا يلا ما تقدرش تعمل حاجه يا ولد، لولا صوتك ما كنتش شفتك يا كلب. ده انا خايف من كلامي معاه من الرصاص اللي يخرم له وشه، يجيب له جدري ولا حاجه. يلا يلا بابا، يلا بابا، امشي امشي، لان همسكك. يلا شاطر، يلا. ما تقدر. ما اقدرش ايه يا ولد؟ والله لا طعنك ميه ونور فوق يا ولد. انا المفروض دلوقتي اسيبه ينزل على جدور رقبته. ما تقدر. طب تعالى بقى. آدم انت بتعمل ايه؟ يمكن يتخمد يا خوش. ايش الراجل اعصابه تعبانه يا حورين؟ والله الراجل ماشي في الشارع بيكلم نفسه، الناس كلها اعصابها تعبانه يا حورين، المفروض نشيل بعض، بس ده ما يشيلش اكتر من دبانه على وشه، ده حتى الدبانه تبص له وتقول له حتى انت. بس
مفروض يعرف من جواه ويتأكد من جواه اني ممكن اهرسه بصابك. ما تقدرش. طب اجري يا ولد. عندك البيت. هقتلك انت والحيوان اللي مشغلك. ادم سيبيني يا حريه. هقتله. ده انت لسه قايل الغضب وقت. ايوه يا حريه. ادم لا. لا مش انا يا حريه. مش انت يا ادم. هو العصابي. انت مدرس يا ادم. هو ازاي؟ لا حريه. هيضرب. لازم اضربه. لا حريه. خاطر انا. جنبني سيبيني معلش يا اخويا سيبيني معلش هربي معلش اوعي عليا بس خاطر اوعي بقولك اوعي هو سعادتك اللي مشغله؟ طيب اجري على معاشي من دلوقتي يا حريه انت انا متهيألي شفت سعادتك فين قبل كده ما اعرفكش طب يرضي سعادتك الولد بتاعك عايز اعوري يرضيني وهتضرب يرضيك هتضرب بس كفانا الله شر القتال يلا يا حريه ولا ولا عيب انا راجل طلبوي هتضرب ولا فهتضربه هو اللي مشغله يا ما كنتش لسه شفت سعادتك بتطول لسانك ليه يا ادم ما تخافيش مش همد ايدي عليه ما تخافيش بس تعمل ايه يا استاذ عيب تعمل ايه يا استاذ عيب احنا في الشارع الخناق ده للهمج والحيوانات انا حيوان انا حيوان يا قليل الادب الحقوني يا ناس اول مره اذكر يا قليل الادب انا حيوان ولا انت يا حيوان انا هنا يا روحي عامل لي فتوة؟ مستوي نفسك يا حبيبي؟ شو بيكلم مين؟ أنا بعون الله أخلي وشك شوارع اجري ما تقدرش ولا بعدين بقى يا توتشي بعدين معاك بقى كفاية خناق موته وخلص ايه يا قلب؟ ايه يا أخوي؟ يا ابني شو بيكلم مين؟ لا لا اي ولا زي ولما يبقى واذا كنت انت فاحنا احنا اللي وقفنا واتنحنحنا يا حيوان على بعون الله هقطعك النهارده لا انا مش خناق يا سهل انا مش خناق لا لا احنا مش بتاع خناق قلت لك مش بتاع خناق ده احنا اللي وقفنا وما اتحتحنا لا مؤاخذه وجايب كرسك يا قليل الادب جننتونا في الشوارع انت تربوي سيبه يا مجري انت شدي مدي ايدك على قاسم بيه ابو فروه ابو فروه ولا ابو موكيت حتى ابو فروه ايوه ولا قاسم مش بقول لك شفتك قبل كده مين انا حبيبك مين افتكر انا ادم ادم عضرب ادم ايوه يا حبيب عمري بالحزن يا حبيبي معقوله ما هو انت كمان ولا بعد العمر الطويل ده والعيشه الطويله دي 15 سنه ما اشوفكش يا قاسم معقوله انا اضربك بالمطوه برضه كده ده صح صح غلط ولا صح لما تمد ايدك عليا لا انا غلطان مش غلطان طب ليه تغلط معايا والله والله ليك وحشه يا قاسم يا كده وحشني والله وحشني يا ولد وحشني يا زهرة مدي ايدك يا ولد معلش غلطت غلطة كبيرة لا تغلط لا وحشني وحشني والله قول لي يا ولد عملت ايه بعد ما فصلوك من الدراسة ايه انت اللي عملت ايه وصلت لحد فين في الدنيا لا انا لسه مدرس ايه في المدرسة مدرس دلوقتي بربي اجيال وانت زيك تقريبا بس بربي بهاي الحمد لله لا حول الله معلش يا ياسم نصيبك كده لو عايز اي مساعده ماديه لا 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 مستوره تجوزت يا ادم الحمد لله تجيب المدام وتزورني والله لجيلك عنواني ما يتوش ابو فروه بتاع البهايم هجيلك يا ياسم وحشني وحشني يا ياسم يا حبيب عمري زي زمان بقى زي زمان يا حبيب خيره عليا والله مرسي يا ديبو يا حوريه ايه التصرع ده يا حوريه ده اعز اصدقائي
يا خسرتي ده انا نازله 10 من على القهوه يقطعوه. يا حوريه ايه ده كده عورتي كاسي مجرمه؟ هروح الفرج مع مين دلوقتي؟ ده وقت مروح في حته يا هانم. احنا في جوزك. لا مؤاخذه يا اسف. لا مؤاخذه. لا لا حضرتك ما تروحش. اه ما تروحش. ما تروحش. السؤال الرابع في الحسد، كيف تحسد غيرك من غير ما تعكر دمك؟ لا تحسد. كاظم كاظم من سمع التليفون. الو الو. ايوه يا حسن. ها عملت ايه؟ ايه قربت الدولارات عال ودفعت الرشوه؟ الحمد لله وانا كده ضميري ارتاح. طيب يا حسن، مع السلامه يا سون. كاظم انت يا زفت. عايزك ترسمني قدامهم شويه انجليزي شويه فرنساوي. فاهم يا جاهل؟ يس سير. لما قالوا خير ناني. يا ناني افندم. اسمع يا سيف، في ضيوف جايين للبيت النهارده، عايزك تقف على الباب او تقف حد من الشغالين وتدي بيتهم راحه. فاهم يا جاهل؟ اتفضل. شايل يا ناني، ادم زمانه جاي. رجعت دماغي مش لاحقه اكمل لبس. بعدين بقى انا عايزه اقفل. انت مهتم كده ليه؟ صاحبك اللي انت عازمه ده هو ومراتي شكلهم جربيه خالص. ايوه بس الواد ادم ده طالع فيها حبتلك منه، كمل تعليمه وخد شهاده عاليه. ايه يعني؟ وانت عارفاني سبت الجامعه من ثالثه اعدادي. انا عايز احله، عايز يحس ان انا بفلوسي ممكن اشتري 100 شهاده زي شهادته. شهادات ايه يا توتشي؟ ده انت بفلوسك ممكن تشتري 100 واحد زي شخصية. بطل جهل بقى. حاضر بس قم يلا نطلع فوق. الله، مش هنقعد نستقبلهم؟ لا انا عايزهم يخشوا يشوفونا واحنا نازلين من على السلم. انا فوق وهو تحت اذله. عايز اقعده وعايز اذله. بسيطة. البس الذهب اللي جابه ابوك. اتفضل يا سعادة الباشا. الاس والفخفخة دي. وايه يعني؟ ايه يعني؟ برضو الغنى غنى النفس، وكما قال الشاعر اللي هو انا، ليس الغني من يأكل اللحم وانما الغني من جاع وهو محتشم. فلا كل من لبس الحرير منعم، ولا كل من لبس الخازوق مبلم. بس اسكت خالص. قالوا احنا جايين لابسين اللي على الحفل. ده انا خايفه اقعد على الكنبه لو اوسخها. ادم انت عامل كده ليه؟ افرد قامتك، احنا مش في شقتنا. اه صحيح. ويلكم. انا كاظم. اهلا وسهلا يا فندم، حصلنا مزيد الشرف. انا ادم عبد ربه ادم وست حرام المصور. بليز 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 تفضلوا. يزيد فضلك يا سعاده البيت. باين عليه قريب مرات قاسم. البهوات بيبانوا. تعالوا تشربوا ايه؟ لا متشكرين، احنا شاربين
واكلين ومش محرومين من حاجة الحمد لله. آدم ما تكسبش البيه. اسباك دينك اور سافت دينك اور هوت دينك. تفضلي بقى يا اختي اختاري عايزه ايه. وانا مالي يا ادم انت الراجل. ما بيقولك في عنده اسباك دينك اور سافت دينك اور هوت دينك. طيب عايز الاولاني ولا التاني ولا التالت؟ اقول لك عشان نبقى في السليم هات لنا شاي درجيرلم. يس 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 ذا تي تي ذا تي. بس شويه تي في الفيفتي الله يخليك. اكسكيوز مي سير. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. اوعى الحيطة حسن. قاسم باين عليه مناسب من عيلة هاي. شفتي كاظم بيه وقلطه بيكلم الخدام كده اهو. بس احنا الحمد لله كان مهذب معانا. انحنيت له انحنالي زي وانا مش اقل من كاظم. انا كل اللي مستغرب له ان قاسم اللي كان شحات وجعان ومش لاقي ياكل بقى في العز والامل دي كلها ازاي. جري يا ادم انت جاي عند الناس عشان تنق عليهم. بلاش حسد. ايه ده عيب استهانم. الست متعلمه حسد ايه وكلام فارغ ايه. الحسد مش كلام فارغ يا ادم. الحسد موجود. انا معاكي بس تعتقد له تاثير يعني مثلا لو حد حسدك يجرالك حاجه لا قدر الله. ما جربتش هيحسدوني على اي حسره. طيب بس افتكر كان ليا خاله اسمها ستوته كانوا يقولوا عليها مدوره. اهو ده الجهل بعينه. لان الحسد ما يأذيش غير صحابه. لان اللي بيبص لحاجه غيره عمره ما يشعر بالسعاده يا حوريه. انما اللي راضي بعيشته مهما كانت. عيشته ايه؟ عيشته ايه؟ عيشته ايه؟ ايه يا حوريه؟ عيشته ايه؟ واحنا عايشين بالمره؟ ايه اللي جرالك؟ بص حواليك بص. عيشته ايه يا ابو عيشته؟ ايه ده ايه ده؟ عيشته ايه؟ ده انت مرتبك في سنه ما يجيبش تمن. عيب يا حوريه. تملحه زي دي. عيب يا حوريه. كويس كده؟ وانا مالي وانا اللي وعداه؟ ما اقصدش بس الناس يقولوا علينا ايه؟ شفتي كل شيء لي سبب علمي. الحبل العمر الافتراضي بتاعه انتهى. ادم شفت التلفزيون ده؟ ملناش دعوه. ده 100 بوصه. ملناش دعوه يا حوريه. اكتر من 100. حوريه ملناش دعوه. ده الوان. ارجوكي ملناش دعوه. ده الوان ما حصلتش. ملناش دعوه. هتفرج شويه على الوان. ايوه زمانهم نازلين. عمري ما شفت الوان هشوفها فين؟ موقفي هيبقى حرج. مش قادره. شويه وطفي. مش هيلحقوا يحسوا. ثانيه وطفي. عيني حتطلع عليه. انت لسه قايل دلوقتي. انت لسه قايل دلوقتي كل حاجه ليها سبب علمي. ممكن يكون ماسك عربائي. وحياة خالتك ماس يا مماس دي عليك يا استهانم. لا عيب يا ادم انت متعلم ما تقولش كده. انا اللي ما كنتش واخد بالي ان فيك الخصله البايخه دي. طلعوا خالتك ستوته كده اهوت وما لقيتيش غير اعز اصدقائي يا حوريه. والله ما اقصد. والله انت ظالمني. ما انت اتهملتي من ساعه ما دخلتي هنا وانت جالك احساس بالوضاعه والدونيه كما لو كنا شحاتين. امال احنا ايه؟ احنا زبالين. قصدي ان كان على الفلوس انا ياما سلفت قاسم. قاسم ده لحم كتافه من خيري. انت معاكي راجل مش اي كلام. اعتزي بنفسك اعتزي. امتلئي فخرا وفخارا وكبرياء وكرامه وعزه وايباء. اتقلتي على الاخر. على الاخر. على الاخر. ده اخر ما عندي. يا ماني مش معقول يا ماني. لم الدهب والمجوهرات اللي على الارض في كل حته. أهلاً يا قاسم. أهلاً صديق العمر. والله كان صاحبي. والله كان صاحبي. أهلاً يا قاسم. أهلاً أقدم لكم ناني
مراتي بنت سعداوي باشا. باين والله باين، حصل لنا مزيد الشرف يا هانم. أقدم لكم روحي مراتي بنت عوض الله المسخراتي. أهلا أهلا كمان صباح. على فكرة أنا أسمع كتير عن عيلة المسخرات. لا دي مش عيلة، دي شغلانة أبوها. دي شغلانة سكازم زاتين. معقولة سعادتك تعب نفسك وجايب عربية الكشري؟ Thank you, madame. فضلوا فضلي مدام. شكرا يا اختي. توتي. Yes. آدم. Yes. مرات صاحبك مش نظيفة، الشاي في فتلة. يا حورية ما تحرجهمش، شيليها من سكات وخلاص. مش ما قلتليش حورية هان. نعم يا حبيبتي. ايه شغلات المسحرات دي؟ باباها ده راجل صايع طول السنة وبيجي في شهر رمضان يلبس جلابية مقطعه ويعلق طبلة في رقبته ويمسك عصاية فصيرة اخي يطبل عليها، ويجي في ايام العيد يبدأ يلوش. كان ياخد حورية حلوة كده 7 سنين يحلق لها شعرها زلبطها ويدهن لها راسها مرهم كبريت ويخبطها مفك جنب عينيها ويلف بيها عالشقة يطلع له رغيف كحكاية قرش ساغ، اهو نوع من انواع التسول الغير مرخص. يا حرام، طب ايه اللي يخليه يشحن؟ هما ما عندهمش الكعبة تديله معاش. لا الفار مش عيب يا ناني هانم، ولا ايه يا توتي بيه؟ طبعا طبعا فاكر، الله يرحم الوالد كان اكبر قرداتي. يا بتفور اتفضلي بتفور. ايوه طب ده انا فاكر جوزك يا هانم لما كان بجزمه مقطعه والشراب مدلدل من بق الجزمه ريحه العفن والنتانه، ولما كان يركب الاتوبيس ويزوغ من الكمساري، الكمساري والسواق وبعض الراكبين الشرفاء هاتك سيمفونية عزف على قفاه. أما عليك نكت يا آدم. طب والله ما هي نكت. لا يا آدم، لو عايز تضحكها بجد احكي لها الحكاية اللي انت حكيتها لي. أنهي فيهم؟ لما قفشوه. يو يا ما تقفش قاسم، هحكي لك يا هانم على كام لما سيجارة يا ادم. ايه لا سيجارة غالية جدا، ببعت اجيبها من اوروبا مخصوص، بشتري الواحد ب40 جنيه مصري، بشرب في اليوم بتاع 12 سيجار في اليوم. طب بلاش عشان الفلوس، عشان صحتك يا قاسم. صحة ايه يا ادم؟ سيبه يشرب ويتمتع، ده ما يجرالوش حاجة. هتموتي الراجل. مالك يا توتي؟ لا مؤاخذة يا قاسم، الظاهر حد جاب في سيرتك ولا حاجة. معلش غريبة، أول مرة تحصل لي، وأوعدك إنها آخر مرة إن شاء الله. هوا هموت. نغير القعدة، نقعد في الأنتريه ولا الصالون؟ اتفضلوا في الصالون. صالون؟ أمال إحنا هنا فين؟ لا دي طرقة. كل دي طرقة عجبتك؟ لا لا بالعكس، دي عتمة وضيقة. بيهزر والله بيهزر. ده احنا من ساعة ما دخلنا الفيلا وهو هيتجنن على كل حاجة. هورية الساعة سعان، الساعة دي سعان امشي تجنن. بيوتي فول مش كده؟ يا اختي تعالي. بيوتي فول بيوتي. طب تعالي بقى. فيري فيري بيوتي. تعالي عودي تعالي. Yes, madame. Please, Kasim. Oh, no. Help me. Master Garoum. يا خسارة، كنت شاريها هي والبازة دي من أوروبا بالشيء الفلاني. أي والله يا آدم. طب يا جماعة الحمد لله اللي جت على الساعة.
بس الفوزه باين عليها غاليه قوي. ده هي دي اللي بيوتيفول بيوتيفول. كريستال حقيقي. بلاش كريستال، بلاش كريستال، تعالي يا حوري. استني استني استني، ايه ده يا ادم؟ ايه ده؟ مش تخلي بالك؟ انا اخد بالي، انت ما تاخديش بالك. خلاص يا جماعه، معلش حصل خير. ليفر ماير يا اسمه ده. كاسيم يا اسمه ده. معلش، ربنا يعوض عليك يا ياسم. لا 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 لا، كله عادي، انا ما يهمنيش. لعلمك انا عندي فلوس كتير قوي. ايه؟ فعلا فعلا، بس كل فلوسنا بنصرف على التحف. يلا داروا على شمعتكم تقيد. لا اصلا انا احب التحف قوي. عندك الاطباق الاثريه دي؟ غير الموضوع، خش في السياسه، اتكلم في اي حاجه تانية. اه دي من ايام الخديوي اسماعيل. ربنا خد الخديوي اسماعيل، سيب حاجه من ريحته بقى يا اخي. منقوشه بميه الدهب. ثانيه واحده، اياكي تتحركي يا حوت. بصي يا مدام، بصي دي ميه الدهب فعلا. كاظم يس، خليك معانا شويه. الله يخليك. عايزينك. في حاجه حصلت؟ هتحصل. بيري بيري بياتفول. انا قلت عادي. خلاص معلش، ما تزعلوش، بس اقعد بقى. لا لا لا، مش ممكن اللي بيحصل ده. خلاص بقى معلش. صحيح كل اللي في الدرق الدشدش، انما في الدهن لا لا، لسه عندكم واحده. الحمد لله، كاظم بي انقذ اخر فازه. بقول ايه، ما تيجي نطلع الدور الفوقاني؟ لا لا، يقع علينا احنا. لا معلش، احنا هنروح، هاخد حرية اروحها وارجع لكم وانا اقعد معاكم. يا راجل عيب، سيب الحريم يقعد مع بعضه. ما بلاش. اتفضلي اتفضلي مدام، شوفي انتي اول ما هتطلعي هتلاقي ست قوي. لا لا لا، ما تحكيليش، سيبين انا بص. ايوه يا ادم، كنت بتقول انك قصدني في خدمة. ايوه انا كنت عايزك تشوف لي شغلانه بعد الظهر ازود بيها دخلي. بس كده بسيطه قوي قوي، انا ممكن اشغلك في الشهر ب 200 جنيه 200 جنيه في الشهر؟ انت بتتكلم بجد؟ يا ريت، ايدي على كتفك. من امتى؟ من بكره لو حبيت. انا موافق. اصرف نظر عن موضوع الشغل يا ياسر. ليه؟ معلش، خلينا صداقه من بعيد لبعيد. غريب يا ادم، عيب، ما تقولش الكلام ده يا راجل، ده احنا اخوات مهما حصل. طبعا، وايه اللي هيحصل؟ حصل يا ياسم، حصل. وفي ايه؟ في ايه يا مدام؟ الصويت اللي فوق ده؟ ابدا، ده الدولاب بيزيق. ده الدولاب. يا ستي يا بنت بختك، يا عليك وعلى عشتي جميلة. الله، بتعيطي ليه يا مدام؟ ضميري بيعذبني يا حبيبتي يا ناني. هي في حياتك يا مدام، كيف عيالها بيه؟ ما بتعياش، صحتها زي البوم. أفرس! مش ناسك انت كمان، كفاية اللي حصلني. هو في ايه؟ الهانم عجبها الفستان الجديد اللي انت جبتهولي، لسه بجيبه لها من على الشماعة اتمزع نصين. تقولش رصاصة وندبت فيه فلقيته؟ أهلا يا حبيبتي، منورة ومدورة. افتكرت يا روحي، انا اشتريت لك الفستان ده يوم ما صرفت الشيك ابو 100,000 جنيه. كم؟ بقولك ايه يا دوتي، خليهم 105. لا يا روحي، هم 100,000 بس. خليهم 105، اصلك ما انتش فاهم حاجه. انا فاهم.
أيوة يا آدم بس خلاص يا قاسم ويا ابني وخمسة يا 95 مهم يبقى فيه كحكة افهم بقى يا أخي روحني يا آدم أنست وشرفت يا حبيبتي وبكرروه بس يكون يوم خميس أو خمسة في الشهر عرّتيني يا حورية وأنا اللي كنت فاهم إن الأتوبيس اللي جابنا ولع صدفة صدفة إيه يا حورية استاذن يا قاسم استنى عندك إيه يا ماني هو احنا نسينا مش احنا لازم نعشيهم لا مفيش داعي والله لا نعشيكم ولا كم انا هنا راجل البيت الدار على جو انت تامري كاسي يس مدام خليك مرزوع هنا يا حمار ثانك يو كاظم بيه الهاني بتقول لك يا حمار بتقول لك يا حمار يس اه أختك بقى واخد عليك مش أختك؟ قريبهم شريبهم شريكهم شريكهم صديقهم مش صديقهم جارهم مش جارهم عابر سبيل بعدي في الشارع كاظم بيه مش ناقص من العلاقات الإنسانية غير حاجة واحدة وأنا خجلان أقول الحقيقة هي اللي في بالي؟ تفو عليك وعلى شكلك ومرمطني وراك في الدخل انحني لك وفي الخرجة انحني لك انا ناقص تقوس اجري هات لي كوباية مية ما تطرقعنيش بصبعك وبتاخد على كده كام يا كاظم 500 جنيه في الشهر اظن مبلغ صغير بالنسبة للمجهود الخرافي اللي بعمله كم 500 جنيه تاخدهم في ايدك نعم تاخد 500 جنيه في ايدك؟ اه الشهر عشان ايه؟ عشان المجهود الخرافي اللي بعمله خرافي؟ اه 500 جنيه في الشهر وات؟ اتفضلي استهانم اتفضلي الاستاذ المحترم الباشا الزبله طلع خدام وبكام؟ ب 500 جنيه في الشهر لا بتبصي لي انا بصي له هو بسك علي يلا نشي عين سلام اصله كيفي انتي ده انت سرك باتع ده انت مش عينك مدوره دي مقوره يا هانم يا حوريه بيقول لي خدام وبياخد 500 جنيه في الشهر حضراتكم شايفين الشغل بمرتب اكبر اكبر يس خش على اوضه العمليات خش عايز تاخد اكتر من 500 جنيه في الشهر يس ليه عشان ايه؟ ده احنا بنحسدك لا خليك مع الهانم عشان الشعاع يبقى مباشر يعني هتروح منها فين؟ دي ليست قوة واحدة ولا قوتان بل ثلاثة والله والله العظيم بنحسدك لا الشغل الناعم ده ما يجيبش معانا يا حورية أنا عايز شوية غل وحقد أسود من جوه يلا بنحسدك أيوة يلا يا أدرى إيه يا حورية هنهرج الراجل ما جرالوش حاجة أنت مش قلت لي سرك بدع أنت حسدتني إيه أنا أحسدك أنت أنا أحسد المادة الخام للحسد ده أنا بتكلم عن الحيوان ده اللي مرتبه 10 أضعاف مرتبي ده غير إنه واكل شارب نايم هنا يأكل إشي تفاح إشي فلاح إيه يا حورية مالك بصيلي ليه ليه لا يا حورية ده عمره الافتراضي انتهى لا يا حورية العيب لا في عينك ولا في عيني العيب فيهم هم أكيد دول حرامية أكيد قاسم ده حرامي اهلا يا قاسم اهلا يا اخيرا فهمت كاظم اما مين اللي هيبخر الفيلا يبخر بخور ايه يا هانم ده انا معايا التكسفين كله ايه يا قاسم نعدي عليك امتى ان شاء الله ما تعدوش هبقى اتصل بيكي
حابس كابس قال علابس. طيب ممكن اعرف يا قاسم هتديني 200 جنيه مقابل تشغلني ايه بالظبط؟ لا انا هشغلك عند واحد معرفه. واحد صاحبك؟ لا بينافسني في السوق. لنفسك. تعالي انت اشتغلت كتير النهارده سبيل الطلعه دي يا حوريه. انا لقطت الصمعه خلاص يا حبيبتي. انت في حد يقدر ينفسك في السوق يا واصل يا جامد يا قاسم؟ الو ايوه يا حسن. ايه ايوه انا. في حد اتصل بيا؟ ايه طالبني في مكتب المنتهى الاشتراكي. يلا بالشفا. يلا يا حورية يا حبيبتي عملنا اللي علينا. ده طلع عليا طلع خلنا مش انا اتخرب بيتي يا ناني. هيحجزوا على كل ثروتي. وانا اعمل لك ايه ناني؟ اقف جنبي ابوس ايدك. اقف جنبي. ها امال عايز ايه؟ اديني الدهب ابيعه. ده بعيد عن شنبك يا رحمتك كده. ناني طلقيني يا ناني. هتطلقيني ورجلك فوق رقبتك. يلا يا جربوع. انا جربوع عشان اتجوزت واحده زيك. كان لازم اعمل زي ادم واتجوز واحده فقيره. يا بختك يا ادم يا متهني وسعيد. يا بختها هي حريه هي اللي سعيد. يلا يا بختك يا حريه. يا بختك يا يا سعيده يا حريه يا متهني يا قدامي بلاش فضايح. فضايح ايه؟ ضربتني في الشارع خلاص اتفضحنا اتفضحنا. حورية امشي قدامي على بيتنا. بيتنا؟ بيت ايه يالا؟ يالا؟ انت بتسمي بيتنا ده بيت؟ بيت ايه يعني ايه لكل ما امشي في حاجة تلزق فيا؟ بيت ايه؟ ما انا خلاص شفت البيوت وعرفتها. بيت ايه؟ بيت ايه دي ما بقتش عايشة؟ مالها عشتنا يا حورية؟ مالها عشتنا؟ كفاكي فخر انك متجوزه رجل شريف. فقر ريحته وحشه يا ادم كده. طب خدي السر اللي شايله في قلبي من يوم ما اتجوزنا مكسوف اتكلم فيه. اهو انت اللي ريحتك وحشه ومعفنه. والبيت قد الحق ما فيهوش منافس كفايه بقى. ارحميني بقى يا حوريه بقى. انت تطلعني بقى. هطلعك يا حوريه. هطلعك بالثلاثه. روحي انت. ادم حسدونا يا خوري. بالذمة مش عيب ناس متحضرين يبقوا حسادين ما تصدقوش الشياطين. إيش حال ما كانوش قاعدين وشاهدين؟ طب بذمتك حصل ولا ما حصلش؟ اللي كسر الحاجب بتقاسم مش عينين حورية وآدم، ده انتم بقى لعبكم الجهنمية. احنا خلينا نفسينا خدامين لرغباتهم، اعتبرنا كل نظرة الشيها منهم كأنه عمر الإفساد حاجة، يعني هم اللي حسدوا واحنا كسرنا. وبدل الحجج الفارغة دي عقلوا انتوا صاحبكم واعملوا حساب. فاتت الأسئلة السهلة وجاية الأسئلة الأصعب.
نتيجة الترم الأول نادي الطالب آدم عبد ربه آدم. التقدير العام دوت كيف؟ والنتيجة راسب. لا، النتيجة دي قاسية ومش ممكن نقبلها. وإذا كانت نمر على حروقه فإحنا ممكن نعمل له لبيوت رأس. دي كوسة واضحة. معلش فوتها لهم المرة دي. ودي دانق ودي دين اهو لو فلح. والآن ننتقل للترم الثاني، وهو فات 7 سنين وآدم اتغير حاله، يعني ما عادش ليه حجة. اقرا الورق. السؤال الخامس في الطمع، ايه اللي يملى عينك يا بني آدم؟ لا تطمع. النهاردة ما كانش عندي غير 17 درس خصوصي بس. المهم قبضت تمنهم؟ أيوة يا حورية، بس تعبت هلكت. يبقى عنك يا حبيبي. تعبت يا حورية، لسه حال الظهر بينقح عليا. فاكرة يا حورية زمان لما كنت فاهم إن الدروس الخصوصية سرقة واستغلال؟ فاكرة، إله ربنا ما يعيدها أيام. كنت حمار يا حورية. زهرة قطتها بتذاكر. وحشتني بنت الايه؟ لازم توحشك. هو انت بقيت تقعد معاها خالص؟ مش بكافح يا حورية، ده كفاية حال الظهر اللي بقاله 4 أشهر كل ما اوطي اجيب حاجة يقفش. بنت يا زهرة. نعم يا بابا. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي. ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني، بقالي كتير ما بشوفكيش. اخبارك ايه؟ بتذاكري كويس؟ كويس. هتقفي تهزري معايا؟ كملي مذاكرة يلا بلاش نتلف. انا داخل قايل يا حورية. وريني الواجب. امسكي يا حورية مصروف الشهر. لحقت تقيفي الجاكيت يا ولية؟ مصروف البيت ومصروف بنتك، الدنيا كل مادة ما بتغلى. هي الدنيا بتغلى يا حورية؟ هتعرف منين؟ ما انت ما بتشتريش حاجة. طب كنت قوليلي بسيطة، من بكرة ازود تمن الحصة 2 جنيه، مش مشكلة. ايه ده يا بنت ده؟ يومك مش معادي. هقتلك، هقطعك حتت، الواجب كله غلط. براحة براحة على البنت دي، طفلة. مالكش دعوة انت، ما تتدخلش. براحة. انا اللي بذاكر وانا اللي معاك وانا اللي جنبك. يا حورية يا حورية، العلم ما يتسقيش بالعافية. بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي. البنت بتتمسك قدامك، اوريك بنتك بتيجي ازاي. بنتك بتيجي كده اهو دراعك لامك. هي انت ماسكه فردت كهرباء. ممكن تسيبها لي؟ دي شغلتي بقى لمؤاخذه. مش هسيبها لك عشان انت مش فاضلها. يا حورية دول دقيقتين وهتشوف النتيجه. وريني. مسألة بالعافيه. هوب بالدراع. دي مساله تربويه بحته مش. يلا يا حبيبتي افتح الكتاب على درس 15. احنا بقى بنقرا بالروقان، نذاكر بالراحه، نوصل للي احنا عايزينه. يلا اقري بقى وسمعيني. اقرا لي انت يا بابا. احنا قاعدين على التربه يا بنت، هنهرج ولا هنهرج؟ بص في كتاب، شايفه قدامك ايه؟ وانا شرفني، هو انا اللي كتبتها؟ لماضة مش عايز هتطلعي زرابيني، انا اجن من امك. نعم. شو قدام البنت؟ روح. يلا حبيبتي نمسك الكلمة حرف حرف. ادي الكلمة الف لام ذال ب الف ب ه. تبدأ ايه على بعضيها؟ الطالب. ربنا يحميكي. طالب؟ جبت طالب ده منين؟ بتقري من نافوخك؟ بصي الكتاب، شايفه قدامك ايه؟ ثعلب. بيت. ما هوش ثعلب. مش ثعلب يا زهر. يا حورية البنت هتقول ثعلب تعملي لنا امي الغولة؟ ما هو مش ثعلب. مش ثعلب يا ادم. هجيب لك حقك. مش ثعلب. والله لا اجيب لك حقك يا حورية. يلا حبيبتي شايفه قدامك ايه؟ ثعلب. لا مش ثعلب. لا ثعلب.
انا ابوكي واعرف اكتر منك وبقولك انه مش تعالى. وانا بنتك واعرف اكتر منك وبقولك انه تعالى. والله ما هو تعالى. والله تعالى. زهرة مش تعالى. ادم تعالى. زهرة يا بنت حورية مش تعالى. زنوبة؟ أنا أمي اسمها زنوبة وكمان مش عارفة اسم ستك سكسكة. صاليك صاليك يا زهرة، بص في الكتاب، يلا شايفة قدامك إيه؟ ثعلب. أنا قلت مش ثعلب يعني مش ثعلب، ما تنشفيش دماغي. أنت اللي ما تنشفش دماغك، أنا قلت ثعلب يعني ثعلب، تعالى شوف. أنا ما شوفش، أمك ما تشوفش. بص في الكتاب لغزق لك عينك، أهو أهو. تعالى اهو، تعالى يا حورية. ايوه تعالى، ما دام ما انتش عارفه بتفتي ليه، ليه تمشيني ورا كده زي الحمار يا حورية؟ طب خلاص هنعالج الموقف. برافو يا حبيبتي، فعلا هو تعلب، بس انا وماما ما خدناش بالنا من ديله. والمفروض يعلموكي صح، ما تبصيش بالصوت تبصي الكلام. تعلب عنوان الدرس الذبابة المغرورة. يلا اول حرف في الذبابة ايه؟ برافو شطرة. برافو ايه وشطرة ايه؟ انت عايز تمقطني؟ سيبها تكمل. هجيب لك حق. ماليش غير حرف. والله لا اجيب لك حق. قالت الف. بعد الالف ده ايه ده؟ هتسمع ايه الحروف الابجدية؟ ايوه انا حافظاها. قولي زي بعض. وشفطتي نص الحروف كمان مش عارف الحروف الأبجدية. يا فضحتك يا آدم، أبوكي مدرس ومش حافظ الحروف الأبجدية. يا زهرة يا زهرة يا حبيبتي، لازم تذاكري كويس وتتشطري عشان تكبري وتبقي حلوة وأفرح بيكي. خلاص هاتلي مدرس خصوصي. خسيتي، أنا أجيب لك مدرس خصوصي وأدفع له فلوس تبعينه. طيب اشمعنى أنت بتدي دروس خصوصية؟ أنا باكل عيش، باكل عيش عشان أقدر أصرف على سعادتك. طيب هما الثلاثة اللي أنت بتديهم دروس خصوصية بتفهمهم كويس؟ طبعا يا زهرة طبعا، عشان أهاليهم بيدفعوا لي دم قلبهم. بس كفاية يا بت. أنا دلوقتي عرفت أنت ليه مش بتفهمني الدرس كويس. ليه يا بت؟ عشان مش بدفع لك فلوس. آه هتعملي شغل أفلام هندية يا بت؟ انا مستني منك فلوس يا هضربها يا حورية. تربيتك ظهري قفش يا حورية. ايه بابا ظهره قفش؟ امشي بقى. استنى يا حبيبي اجيب لك الحقنة، ثانية واحدة. يا حورية سلامتك. مساء الخير. اهلا. يوه ظهرك قفش تاني. اه يلا يا معايا ضيوف. خليهم يتفضلوا. تعالى يا سمير بيه. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازيك يا بيه؟ اهلا وسهلا. ازيك مدام؟ ثانية واحدة اديله الحقنة يا سمير. اتفضل استريح وبيت. اتفضل يا سمار. الله يخليك يا اسوم. يا اسم مصابك ماله يا قلق؟ مسكين صحته على قده. ده باين له كسر خالص، الوقت حسد معانا في العملية. يا عم احنا عايزينه كمالة عدد. بقول لك ايه، سيبهولي انا هتصرف معاه. اهو جه. لا مؤاخذة يا جماعة. البس هدومك ويلا. يلا فين؟ عازمينك على سهرة تجنن في الغواصة بتاعت انا وسمير بيه. ما شاء الله ما شاء الله، انتوا عندكم غواصة وهنا في مصر؟ لا لا مش غواصة بالظبط، يعني دي شقة محندقة ولا مؤاخذة بس جاهزة من مجاميع. خد لي بالك انت. اه قلت حاجة يا ادم؟ لا يا اختي، ده احنا بنلعب صلح. لا فعلا بنلعب صلح. صلح افهم من كده انكم بتخونوا مراتكم؟ نخون؟ اما انت عليك الفاظ، دي زقططه وفرفشه. لا 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 بلا زقططه بلا فرفشه، ده ايه وجاج وانحلال، انا ماليش دعوه بيه. لا 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 يا عم ادم، انت هتتفاهم علينا ولا ايه؟ انا عمرك ما لعبت بديلك ولا مؤاخذه. وانا كان ليا ديل عشان العب بيه. اه بقى اسر ديل يظهر. لا ما تفهميش غلط، انا ما اقدرش اخون مراتي لاني بحبها. طب ما كلنا بنحب مراتنا ولا مؤاخذه، ايه دخل ده في ده يعني؟ ما دي حاجه ودي حاجه يعني ولا ايه؟ بالعكس، كل ما تعق على مراتك تلاقي نفسك بتحبها اكتر.
عندك انا مساله، كل ما اخون مراتي ناني اجيب لها هديه بالشيء الفلاني، خربت بيتي. ثم احنا رجاله رجاله يعني من حقنا شرعا ولا مؤاخذه تتجوز اربعه، انا احسن لهم بعك مره وتفوق ولا حد يموت ولا نتجوز عليهم. ادي بقى خبره زي ما ده منظر راجل يلاقي اربعه يتجوزوه. خربتك عارف يا ادم الراجل مننا زمان مفيش داعي بقى عشان البنت الصغيره لا 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 اتكلم قدامها على المفتشر على المفتوح، دي طفله عيله ما تستوعبش كده. الراجل مننا زمان كان عنده حراملك، الحراملك ده بقى مليان جواري اشكال والوان والاغوات يقفلوا حرس على الباب. يا سلام يا سلام لأنا من رجالة زمان، كنت السلطنت تمام. آه بس الخازوق ما تكونش انت أيامها صاحب الجواري، تبقى انت الأغى. ايه بتضحكي على ايه؟ فاهمة قوي؟ فاهمة فاهمة. خشي ذاكري جوه، ما حبكتش المذاكرة هنا. خلي بالك سوف تكونين من احد الاسباب الجوهريه لطلاق ابن امك، فاهماني؟ استوعب الامر. لا 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 بلاش كده يا ادم اخويا، بلاش الكلام ده. افهم يا ادم افهم يا ادم يا اخويا، مراتك مش هتفضل تحبك ولا مؤاخذه طول ما انت مخلص لها. لازم توحش تقوم تغير عليك، تحس بوجودك، تحس برجولتك. خبره الراجل ده اكبر خبره عنده سيره الخلفيات. انت شيطان. بلاش بقولك ايه، ركز معايا، في عندنا ميعاد مع بنتين وبنتين حلوين قوي وعايزين نخدمك، تيجي؟ بنتين؟ اه وفي واحد فيكم لا لا يعني هما بنتين وانتوا الاتنين رايحين؟ اه واخديني معاكوا اقفلكوا برا. والله في مشكلة، مشكلة كبيرة أوي، في بنت تالتة جاية معاهم، البنت دي لو جت هتبوظ القعدة، لازم راجل زي الجدع زي القمر يظبط القعدة. لا مش أنا، لست أنا هذا الرجل، لا تالتة ولا رابعة. شكلها إيه التالتة دي يا ياسين؟ أحلى واحدة فيهم. مش الفكرة بس أنا ما أقدرش أخون مراتي علشان. يا عم تعالى جرب، عجبتك القعدة كان بيها، ما عجبتكش القعدة استأذن مش هتخسر. أيوة يا قاسم أنا ما أقدرش أخون مراتي، أنا لسه جاي من برا. طب هقول لها رايح فين؟ شو أنا شهوة؟ أبوس إيدك عند حل، أبوس إيدك عند حل كويس أوي، أبوس إيدك عند حل كويس أوي، عند حل كويس أبوس إيدك. أيوة هقول لك حل كويس. هضرب لك تليفون من الغواصة أقول لمراتك إن عايزك في مشوار مهم. خبرة معاد البنات، معاد البنات، بلاش نسيب. يلا خير. يلا 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 ده انتوا قابلسه. بقول لك ايه، انا واقف غواصه مش جاي، خليه معاك احتياطي مش جاي، يمكن تيجي. طيب فكر تعال تعال. ها اما عيال قابلسه صحيح، يعني انا لو ما لعبتش بديلي مراتي مش هتفضل تحبني؟ ايه ده، هم اصحابك مشوا؟ اه مشوا حوريه. الواجب الواجب. بقول لك ايه يا حوريه، خير؟ عايزك في موضوع. قولي لي يا حورية، انتي لسه بتحبيني؟ اتكلم على طول، غلطت في ايه؟ عملت ايه انت؟ لا 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 مفيش حاجة مفيش حاجة، انا عايز اقول لك هتفضلي تحبيني لاخر العمر. اخر العمر؟ يبقى هتموت يا ادم. لا مش شرط. هتموت ومخبي عليا. يا حبيبتي عاملها لي مفاجأة. لا مش مفاجأة. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حورية يا حورية، والله ما في حاجة، انا مش مخبي عليكي حاجة يا حورية، بسألك سؤال عادي. عادي فعلا؟ ده انت فايق ورايق وهايف وغلس. يا سهاني انا بسألك عن حبنا، تقولي لي هايف وغلس؟ انا مش عارفة انت عاوز ايه، تكونش عاوزني اقعد معاك اغزلك؟ وليه ما تغزلنيش يا حورية، هو انا مش راجل؟ لا طبعا. طيب ايه يا حورية بتقولي ايه؟ انت جوزي. هو جوزك مش راجل؟ كنت راجل قبل الجواز. انت بتقولي كلام تخريف اللي دي مش فاهمه. يا ادم افهم، انت قبل الجواز كنت راجل غريب عني. كنت لسه بكست منك. أيوه. دلوقتي خلاص ما بقاش في بيننا اي كسوف. ايوه انت بتلف وتدور ليه؟
ما تستنى لما البت تنام. لا والله ما كنت بفكر في المسائل دي خالص. كمان؟ طب بس عشان اقرا. ايه يا اختي ايه؟ وليه دي عايزه لها كرسي خبره. هيحصل يا جميل بالنداء الالي. فين مواس الحلاقه يا هانم؟ في الحمام. انت خارج؟ لا. امال بتسال على المواس ليه؟ عشان اعرف طريق الحمام. شفت يا ادم؟ شفت الحادثه دي؟ ايه؟ شفت الست اللي انتحرت لما عرفت ان جوزها بيخونها؟ ازاي؟ ازاي انتحرت؟ لا ازاي عرفت؟ قال كان كل ما يروح يقابل حبيبته قال يخلي واحد صاحبه يكلم مراته في التليفون ويقول لها انا عايزه في مشوار مهم. ياما حاسن الصوف. ايه ده؟ معقوله؟ معقوله لسه في رجاله بيستخدموا الحيل المفقوسه دي؟ ما هو من خيبته وحمريه اهله. لا بس الحمد لله لست انا هذا الرجل لغايه دلوقتي. معقوله؟ معقوله يا حياتي انا اخليكي تنتحري؟ ومين قال لك ان انا انتحر؟ طب بالمناسبه بقى يا حوريه قوليلي تعملي ايه لو اكتشفتي فجاه اني انا بلعب بديلي؟ اقطع لك ديلك يا حبيبي. حلوه يا حوريه والله، والله حلوه وجديده. دي مش نكته، دي حصلت فعلا في عيلتنا. كان ليا عمه اسمها امونه عملت كده في جوزها. عملت ايه بالظبط؟ لما عرفت انه بيخونها خليته نايم بالليل وجابت سكينه المطبخ. عارف السكينه الحاميه اللي في جهازي؟ هي دي. وقطعته حتت صغيره وحطيته في اكياس بلاستيك ورميته في البلاعه. اكياس بلاستيك عشان تحافظ عليه. كانت بتحبه. الحمد لله يا حوريه انك مش طالعه لعمتك امونه. ولا انت زي جوزها. لا ده مش كويس، ده راجل مش كويس. بس اللي يخليك تقل عقلك وتعمل زيه يا ادم يخليه يتجنن ويعمل العن منك. يا مجنون. ايه اللي عملته ده؟ مش مستني تليفونات. اما حاجه غريبه. الو، اهلا يا استاذ سمير. الله يخرب بيت افكارك. عاوز ادم؟ مش موجود. انا مش موجود. انا في الحمام، في الحمام. هو في الحمام. تحب ابلغه حاجة؟ عايزك مشوار مهم؟ الواطي، انا بتاع مشاوير الواطي. خير ان شاء الله. اعز اصحابه عيان وعايز يشوفه قبل ما يموت؟ لا ما يتلككش بيه، اتكل على الله هو مش جاي. انا هبلغه. ايه مش عاوز تروح ليه؟ يا حورية انا ما صدقت ارجع من شغلي شقيان، عايز اقعد في بيتي مع مراتي حبيبتي وبنتي فلسة كبدي. يتصلوا بيا عشان انزل اقضي سهره مع ميتي. لا بصراحه يا حوريه بعد اللي سمعته منك الليله اخاف انزل لتشكي فيا ولا حاجه، واخاف اكتر ما تكونيش عامله حسابك في الاكياس. ادم ايه اللي بتقوله ده؟ انا اشك فيك انت؟ بص عليك يا ادم، يا ريت كل الرجاله زي ما تزعلنيش، هزعل منك بجد. يلا يلا البس وانزل. ما انا خايف اروح الميت ما يعجبنيش. قصدي الجنازه نفسها يعني. ادم ده انت ابو الواجب كله، مش انت اللي تقول كده ما تجيش منك. وان انت مش هتخسر حاجه، روح ما عجبتكش سيبها وتعالى. هي مين؟ الجنازه يا حبيبي. ايوه انا اروح اعزي، اشرب فنجان قهوه ساده، اهيص اعيط اعيط واجي لك على طول. ربنا يوفقك. يلا هاتي لي بقى الجاكيته البيضه والبابيون الكحلي ابو الماظه. من عينيا يا ادم. بسرعه يلا اديله خبره. بابا يا بابا. ايوه يا زهر عايز ايه؟ قول لي يا بابا. بسرعه عايز ايه؟ يعني ايه سيانه؟ اوه
دي كلمة لها معاني كتير يا زهرة. يعني مثلا لما واحد يتخلى عن صديق لي في وقت أزمة اسمها خان الصداقة، لما واحد يدي كلمة يرجع فيها اسمها خان العهد، لما واحد يبقى عنده مبادئ ويكفر بيها اسمها خان مبادئه، لما واحد يدي أصار بلده البلد التانية اسمها خان بلده، إلخ 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 إلخ. وزبيني دلوقتي عشان عايز أخون أمك و... غلوش غلوش هربة هربة. بس انت في حاجة نسيت. ايه يا بنت؟ اللي بيحب واحدة تانية غير مراته يبقى ايه؟ اشوف فيك يوم يا زهر. سمعتك انت وانت بقاسم بتتكلم. الكلمة دي ما تجيبهاش على لسانك. ليه هي كلمة ايه؟ أيّا يا كسكليا. اوعى تقولي الكلمة دي تاني. انسيها زي ما بتنسي المذاكرة. انسيها. اوعى تجيبيها تاني على لسانك قدام أي حد. فاهمة يا زهرة؟ فاهمة. وبالذات قدام ماما. تعرفي؟ آدم. لو فت. بتعمل إيه يا حبيبي هتتأخر؟ آه صحيح. يلا. يلا يلا يا آدم. أيوة ماشي يلا. مش عايزيني أشتري لكم حاجة من السوق؟ يا آدم يبقى هات لنا أكياس. يا بنت بلاش البصة ديت، أنا كده هبوظ من جوه مش عارف أحزي زي الناس. ريا وسكينة. طيب أنا ماشي. ها مش هتأخر يا حورية. زهرة حبيبتي تخشي تنامي على طول جوه. ها ما تقعديش ترغي مع أمك في كلام فارغ. أنا عارف طلاقي هيبقى على إيدك. وشك فقري هروح الاقي التلاته بيته. طيب ها مش هتاخر يا حوريه مش هتاخر. ها طيب ربنا يوفق الجميع والسامعين. طيب ها مش هتاخر. ها باي باي يا حبيبتي يا زهره. باي 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 باي. رجعت لي يا ادم؟ مش قلتلك مش هتاخر يا حوريه. السؤال السادس في الخيانه، لماذا لا تخون ما دام محدش شايفك؟ لا تخون. لسه في اسكندرية. اتفضل معايا ضيوف. خليهم يتفضلوا. هلا اهو. شغلي معاكوا ليه يا ولد؟ مين دي ياسر؟ مستر ادم اخويا وحبيب الروح بالروح. مستر جاكي الجو بتاعنا. ولا انت فاكر هنا غواص يا ولد؟ فاهمك. عادي عادي. تاخد فين يا ياسر؟ ما تودينيش في داهيه. انا مرضي زمانها جايه في اسكندريه. ما تودينيش في داهيه. اعمل ايه زمان يا اخويا؟ كنت انا وهي في محل الحلواني اللي جنبيك وفجاه مراتي دخلت عليا المحل. تستاهل عشان تبطل عك. المهم مراتك شافتك؟ ما اعرفش. طب خدها وانزل ابوس ايدك. انا مش قدك مش قد عمايلك. استر عليا ربنا يكرمك. وانا بجري من مراتي البلوزه بتاعتها اتقطعت. خليها تغير البلوزه. اذا كان على تغيير البلوزه خليها تتفضل. لا تشيطتي يا سيشتاكي زوي. موزيش مي بوبيديت. Czyżbyś ty mnie nie rozumiał, ja mówię do ciebie po polsku? No odpowiedz mi albo tak, albo nie. Czyżby to było możliwe przecież? Może ja ci się nie podobam w ogóle? To widocznie ty nie chcesz rozmawiać ze mną wcale. To słuchaj.
Wyobrażasz sobie, jakby to było jeden raz jadę windą. Zatrzymała się. Ciągnę, ciągnę, bardzo pomału, nie mogę w ogóle otworzyć. Myślę, co to będzie. Może pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, zleciał na dół, obudziłam się. مش حمار في القعده لمول زمان. افهم الوليه اللي بتقول عليها ايه؟ بتقول لك شكرا يا ستي. لا شكرا بتتكلم انهي لغه؟ معرفش. معرفش ايه؟ امال بتفهموا مع بعض ازاي؟ باللغه العالميه، بلغه العواطف. العب هتشبع البنطلون. نو جاك عيب اختشي. مستر ادم بيتكسي. مش مسالك كسوف، في حياء، في اخلاق. فاكرها مراحيض عامه هنا ولا ايه؟ خش يا اختي اشلحي جوه. لا بلاش، النظام ده ما يجيبش معايا. يلا يا اختي، يلا يلا بلا سهوكة. يلا يا اختي يلا. ايه ده؟ جيبها منين دي يا اسي؟ امبارح بس انا ماشي بالعربية بتاعتي كانت واقفة بتشاور عايزة تركب استنترم. ايوه يا معلم. كلمة بقى في نظرة في ابتسامة شقطها واديتها معاد عشان اخدها الغواصة النهاردة بالسرعة دي يا ولد. ودي مستر خواجاتي حبيبي، لا تقول لك حب ولا جواز، هما يومين بالسلامة على بلدها. ولا من شاف ولا من دري يا ابن الايه. ايه بقى النقط؟ انا مالي، انا كل اللي مستغرب له ايه اللي عجبها في واحد معفن زيك. فاضيك صوت ايجليجا ايه بابوش بزابيات سوكيك كام؟ ايوه يا جاكي. يس يس بتقول عايزاني لحظة. نعم يا اخويا، تخش معاه جوه لحظة ويتوقفني انا هنا. معاك انت بتقول ما بتعرفش لغيتها، شرفك انها قالت كده. طب اعرف انت يا برهم ورد عليها. ايوه اعرف، معرفش ليه بس انت ما بتتحركش من هنا. طه يس يس مدام، كان اي هيلب يو؟ اتشبيش يا جدك. كان يو هيلب مي؟ powiedziałam ci po tej sprawie albo z lewej. ها؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ مفيش ايه؟ مفيش حاجة خالص. خالص؟ 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 ازاي الكلام الفارغ ده؟ وريني. نعم يا اخويا تعالى. يا ده توقف فينا ما تتحركش. يا سلام، ما انت بالك ساعة ما تبص. مش بدقق قصدي بشوف هي عايزة تقول لي ايه بس ما فهمتش. ولا عمرك هتفهم. سارة بيتش خدها وانزل. يا تشنتو ياس موجه الزابيون ساتزروب مي بوغا. لا ما بفهمش اللغة بتاعك، انت اتكلمت وانا مش افهم. فبيجاب تزروب مي بوغا. نعمل تيكو مي رزوميش زروب مي بوغا. خلاص فهمت، تقول لي زروب لي البوغا. شرفه بالبوغا دي جامد. مش عايزين لما بقى عشان نعرف نشتغل ونخلص. طب ما انا كنت اعرف اضربها. جينكو يا جاكي، ما تقلقش على ادم، ادم تعبان الان. باي باي يا ادم. باي باي. Nie ciągnij mnie na co ty chcesz. Dlaczego on mnie szarpie? Ja jego w ogóle nie znam. Cóż ty się czepiasz mnie? Czy jestem twoją narzeczoną czy żoną? Powiedziałam ci, o czym się ode mnie. Wcale ciebie nie chcę widzieć tutaj więcej razy. Czy ty mnie rozumiesz, czy też nie? Powiedziałam ci jeden raz, wynoś się z tą rzepą. Nie chcę cię widzieć tutaj więcej razy. Odnosi to, pomóż mi, cóż się mam zrobić z nim. Wcale mnie nie chcę zrozumieć w ogóle. Myślisz, że się boję ciebie? Nie, pomknij się w głowę tutaj. Wynoś się z tą rzepą, nie chcę cię widzieć. O czym się ode mnie? Myślisz, że się ode mnie? Wynoś się w głowę. Go!
ديني يا شباب يا شباب يا جيران انت شدني في قلبي انا اتفضحت هاي نعم هاي الله دي مش عايزه تنزل لو عايزين تقعدوا اقعدوا مش بس مش كتير مراتي يمكن تتاخر شويه لا متشكرين يا اخويا يلا بت يلا على بره يلا على بره ولا تمشي لا ما يصحش دي بيتي يا اسي لو عايز تقولها لها انت قولها لها انا ما اعرفش انجليزي قول لي وانا اقول لها قول لها از يو لايك از مو مايك يو كان ستي يو كان ستي ثانك يو يا عم اي ام دونكي I am donkey. I am donkey. هي مصدق. مش فيها العمل الشخصي يا اخو. فتقل نفسك شوي. I am donkey. I am donkey. I am donkey. I am donkey. يا عم دي حمارة مش فاهمة حاجة. مصر يا هاني. باي. احترم الراجل اللي معاك. مراتي على الباب خليك معي انا انا هروح في ليه مراتي على الباب اتروحت وديك الدنيا مراتي سمعتي انا عندي بنت اجوزها ازاي صاره اتقل انا احلها اول حاجه خد دي خبيها جوه جوه فوط النوم نعم يا اخويا لما انا هفتح الباب الاقي مراتك ابعتها عند مراتك فين انا كدمان انا كدمان يا اسد يلا خش جوه لا ما تفهمنيش غلط هتستخبي بس خش يا اختي ايوه 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 شفت عربيتك قدام محل الحلواني عرفت انك هنا والله العظيم انا لسه جاي دلوقتي والله وانا مالي تروح ولا تيجي مالها ما فين ادم ناني هانم اوعي تفهمي الموضوع غلط الست الست مرجانة حرية يا حرية حرية مش هنا انا بقولها لك اهو اللي جوه مش حرية مش حرية هي هناك اسكندرية حيلة اسكندرية هي قالتلي راجع الليلة في قطر الساعة 7 نين فين والساعة 7 فين 7:30 زمانها جاية وحنبقى لما مراتي زمان هي جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وكياس بقول لك يا روحي مدام مدام قصدي المدام بتاعته مدام حرية مدام زمانها جاية مش يمكن عايز الراجل يقعد مع مراتي شوية روحي انت دلوقتي يا حبيبتي واتكلم مع ادم كلمتين وحصلك يلا يا ماما يلا اقول لك انزل روح مع مراتك انت يا اسي حتى انا ما ليش مزاج للقعاد معاك عارف عايز اقعد لوحدي طبعا اذنك يلا مع الف سلامة اخش الحمام الاول بسرعه يا روحي بسرعه يا خايب اتعلم مني شويه الحمد لله انا دلوقتي في التمام خبيت شكلي فين خبيت شكلي فين مش انت في التمام بالمناسبه انا كمان في التمام هتسالني عن شكلي انا دي في الحمام
من صوتك يا ولد؟ من صوتك يا ولد؟ مين الست اللي في التواليت دي؟ ست؟ مين دي؟ وريني. مش عيب مش عيب مش عيب عليك يا استاذ مراتك تسافر يومين تقوم تجيب واحده ست ببيتها؟ افس عليك. انا مذهول. فوجئت يا ولا؟ اتفاجئت يا ولا؟ قاسم انا كده هتخرب بيتي. انت بتتكلم بجد ولا بتصرف ايه؟ اه اعدل المساله بقى. ولك عيني يا ايه ده؟ قاسم المساله واضحه زي الشمس. قاسم انا هلبسها كده لاني هاني. انا هشرح لك. انا هفهمك. والفهمها ليه؟ هي مراتك؟ لا. حد بيحاسبك؟ لا. يا ابني يا حبيبي ابعد. ادافع عنك ازاي؟ لا 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 البيت ده بقى مش محترم. مش ممكن ندخل هنا تاني. ادافع عنك ازاي؟ منظري وحش. ادافع عنك بقلبي وش. طب اعدي امورك بقى. ده انت شبهتني. معقوله وانت زيه؟ اخس عليك. نفسي افهم دي فيها ايه زياده عن مراتك؟ لا شكل ولا منظر، وحشه خالص. طب نقي استنضف. والله ده عيب المورد. اشتري نفسي بالي ان انا شبهت منظري. بس احنا جدعان قوي. بس ايه؟ والله احنا ما يرضناش خراب البيوت ابدا. انا مش ده خلاص. احنا طبعا مش هنقول لمراتك. لا طبعا انا هقول لها. احسن مره. انا شفت بعيني وما اقدرش اسكت. بلاش عشان خاطر هو، علشان خاطري انا. قصدي عشان خاطر مراتي. ايوه خطي نفسك مكانها. انا مستحيل ابقى مكانها. ليه؟ مغفله؟ لا في دي العفو. العفو قاسم فاهمها. بلاش النهره دي لان الصدمه هتبقى شديده عليها لما تعرف الحقيقه. فعلا يا ناني الصدمة هتبقى جديدة قوي. خلاص عشان خاطر حرية بس انا هسكت. بس على شرط. شروطي زي ما انت عايزة. لو لعبت بالديل بتاعك تاني انا هقول لها. وخلي بالك مصيري هعرف زي ما عرفت النهاردة. وانت يلا ورايا ارزاق. بقول لك ايه، الازازة عندك مقفولة. اياك تفتحها. مش ايدك ده. هي انا ناصر كنت هتودي نفسك في دهية وتوديني معك في دهية. يلا يا اختي يلا خواجه. يا وقت حموم يا اختي. ارمضك شجرش. اعطينا بسكاتك. اعطيني اياك عينيك. حتوديني ده. اعطيني عينيك. يا ستي انا مش فاهم منك ولا كلمة، بس اللي واضح انك حتوديني ده. اهسب كان هيتخرب بيته. انا مش ناقص خرب بيتي. فاهماني ولا ايه؟ انت ما مش هتوديني. انا مش فاهم كلامك. يا تشتي من يا رازو من بقولة. يا ستي انت جاي من بلدك وتخريبي بيت الرجالة في مصر هنا ولا ايه يعني؟ خليكي جدعة كده وسوق عشان نمشي امورنا. يلا ستي. طب فاتك اي في لي بيت زارة. يا ستي مراتي زمنها جاية هيتخرب بيتي. ما بتفهميش. لا طب ستيش دوب. يلا يلا. دوبلا دوبلا نيك. والله خشي جوه. طب ده التليفون يا جهلة. الو حورية. ايوه حورية. تتكلمي منين؟ من اسكندرية؟ احسن. لا مقصودش. لا وحشتوني طبعا. بعمل ايه؟ لا لسه ما عملتش. لا لا يا حورية ما بعملش حاجة. انا قاعد هنا لوحدي وخايف. انا خايف يا حورية. هتيجي امتى؟ بكرة؟ يلا كل تأخيرة وفيها خير. محضرالي مفاجأة؟ ايه هي؟ صحيح ما تبقاش مفاجأة لو قلتلي في التليفون. خلاص مستنيك يا حرم الجمر. بصيلي البنت. ماي وايف. ماي وايف شي ويل كام. بات نوت داون نوت داون. She will come tomorrow. Tomorrow, not morning, afternoon. We have long time. I am here alone. Tonight, sleep alone. Without my wife. My wife not here. My wife there.
ألكساندريا ألكساندريا not here there حلني my wife Alexandria swimming ويمكن تغرق لا تكنيل افهم الاهلك ولا انت فهماني ولا انا فهمك باي والله باي مش باي اتربقت فوق دماغي افهمك ازاي انا خلاص اتربقت فوق دماغي رحت بداية اي انا راجل مستقيم اي ام ستريت مان ستريت مو شارع مان ام ستريت مان زغري مان قاسم زيكزاك اي يو سبيك انجلش نو سيباني من الصبح ما لقط من هنا ولقط من هنا ان افهمك باللغه العالميه انا اتشابهت في دهتي بعيد بيك راجل انا حيت خرب بيتي انا رحت في دهية وتخرب بيتي واللي كان انا اتشبهت خلاص مش بعيد ناني تروح تقول لمراتي لا تشتطي يا سيشتاكي زوي مش كده والنبي واللي غيظني اني مظلوم نانيتي من يستعوى واللي حاسس في نفسيتي اني مظلوم حسبتي علي اونطة يا جاكي طب ايش هادي انتي انا جيت جنبك انا عكستك بكلمة انا قلتلك ان رجليكي مئة الوسط ولا شفايفك ميكا البصر ولا عينيكي مئة مصة هي مش فاهمة حاجة وعملت تحكي طب أهو قاسم سابك أنت وإزازة الشمباني هدي أنت هو إزازة الشمباني أهي ممكن على مراتي مش جاي وإحنا هنا لوحدينا ها والشيطان شاطر أعمل إيه أخون مراتي ممكن علي أنا نفسي بس انا ما اقدرش اخون مراتي لست انا هذا الرجل لا جاكي لا انا راجل محترم يا جاكي لا انا راجل شريف لا انت فهمتيني غلط لا جاكي مش كده جاكي نوياها الليله نوياها لو ما طوعتهاش مش هتمشي ولو مشيتها بالعافيه مكسوره الجناح هتسافر على بلدها وهي واخده فكره وحشه عن مصر ساعتها مش هتبقى مشكلة راجل واحد ده هنبقى شعب بحالنا وتسافر بلادها وتطلع إشاعات علينا ويمكن السياحة تضرب لا مش ممكن أخليها تاخد فكرة وحشة عننا أبدا ومش عشاني أنا عشان مصر والله نو جاكي مش زي ما انتي فاهمه او ام ايجيبشن ايجيبشن مان احنا سلاله فرعونك يو نو فرعونك بتوع المسلات خوفو خوفو المصريين هم حيوية وعزم وهمة أيام إيجيبشن لا ما يضركيش المنظر ده إحنا بتسوي الهوائل إيجيبشن مان تريد مارك يا تكنيلة زي البروطة مش فاهمة حاجة أنا عملت اللي عليا أنت المفروض تاخدي وتدي معايا
مش عايزين نستهلك كهرباء الفاضي يا جد. مين في شكلك تكدهي على تقل دمك يا ولية؟ قمر قمر لما دمك تقيل. بعدين معاكي يا جاكي وبعدين معاكي وبعدين معاكي انت. انت بتتكلمي عربي؟ لا اقلب قسم شلشوخة؟ قاسم اللي مقطع السمكة ويدلها خمارة، اللي شلالك شمبانيا ولمك من الشوارع وجابك هنا عمل ده كله طلعتيه خمارة، امال احنا اللي لسه بتقول ايه؟ يلا بقى. يلا يلا يلا. ايوه ما في 100,000 حاجه. يلا يلا في ايه؟ في يلا بوسي بوسي. حاضر. عشان بوسه هتعملي قاعده؟ اعملي قاعده مش مساله قاعده، بس دي توضيب يعني من هنا. يلا طب يلا عايزين يا اوسي جاي هدا ابو سلام كمان في اي حي تفو على مزاجك موسى لها مزاق بطعم البرتقال ام اليوسفي جيب شنان حضاره عراقه موسى ان ما خدت الجنسيه يا شاكي ما وهم يجيب هللي ارفعي من معنوياتي اعتذريلي. يلا قولي ايجيبشن هاي 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 ايجيبشن هاي 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 ايجيبشن هاي 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 من قلبك عالي ايجيبشن هاي 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 مش انت هتتباسي؟ عبري عن الفرحة ايجيبشن هيبوسني هاي بتعرفي تدي ابره؟ اعرف عمال زيك ما بلاش تقطيم يا جاكي. عندك ابره في الاضراج اللي هناك دي بسرعه؟ طيب يا باشا بحرتها
معاكي. لا أخي تفعل شراء. طيب أنت متناسية حاجة مهمة. I'm Egyptian يا جاكي. I'm Egyptian. موسى بمعننا. يلا شلاهي. طيب وعقبال 100 سنة. هابي بيرثداي تو يو. تعالوا هنحتفل بيه السنة دي عند البواب تحت. يلا يا كسفتيني. يلا نجيب السكينة الحامية نقطع دور بالضرب. هاي هاي بسكوتي مش بسكوتي مش النهاردة عيد ميلادي؟ كل سنة أنت طيبة. كان السنة دي سنة كبيرة. وشوف الصدف، عيد ميلادي صادف يوم مسبحة القلعة. My wife, my wife, all my love. حياتي بنتي الوحيدة. My only daughter, after now, I can't make another one. Finish. بنتي الوحيدة حافظة الأناشيد. يلا سماعة عمتك نبوية يا حبيبتي. معي ال بابا. نعم يا روح. مين جي؟ جاكي روحت مراتي ورجعت لي. قاعد معاكي للفجر. يلا ربنا يديك الصحة. باي باي. الحمد لله على السلامة. أنكل ياسر. أيوة حبيبتي. مين جي؟ إيه أدم؟ أنت ما قلتلهمش؟ ما أنت جيت وقلت هقول إيه بعديك يا ياسر. زهرة على أوضتك. بس مش عايزة خناق. لا قولي يا رب ما يجيبش غير الخناق. عايزين يعني ايه؟ عايزاني يا زهرة يا حبيبتي يا زهرة؟ مش موضح موقفك يا آدم؟ الموقف واضح زي الشمس يا أستاذ قاسم. مش عيب، مش عيب يا أستاذ يا محترم. مش عيب أغيب يومين عن البيت، يومين بتيجي غيرهم. تخلي صاحبك يجيب واحدة ست في بيتي. خسئت يا كلب. أنا أعرف إنها ست ما كنتش دخلتها بيت. الكلب ده معرفني عليه على انه السباك. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بتعمله دلوقتي؟ انت بتدافع عنه؟ انا كنت هتشل. انا لولا ان انا ست عقله كنت شكيت فيك انت. خسيتي؟ معقول يا حوريه؟ معقول تشكي فيا انا جوزك حبيبك؟ لا لا غلطانه يا حوريه. اخصى عليك اخصى. Не впали мне с разумья на правду, что не было. Сосимик и не вилен ти сектор.
السيدة في ظهرك. لا مش هنا يعني، ما تتكلميش، احنا بنصبها. اتفضل اتفضل، خد صاحبتك وتفضل برا بيتي. يلا يا جاكي يلا. نعم يا اخويا يلا عشان تكمل بيت السهرة برا. ها ادم سيبيني في اللي انا فيه شوية. ياخدها وينزل. يلا يا جاكي يلا يلا. على الله وانت نازل تقابلك ناني على السلم. لا معلش بقى، انا موصلها بنفسي لحد باب الفيلا. لا معلش، بعد ما انت نزلت رحت عزمتها على عيد ميلاد دوجي وجاية ورايا. صرف مراته جت. هنعمل ايه؟ ننقذك ازاي؟ لو بتحبوني احرقوا البيت. ما تقفش جنبها وديها بعيد يا قلبي. ايوه اجيبيلها سيره يا حوري، اجيبيلها سيره. ايدي مجنونه، اقعدوا بعيد. الله ازاي؟ عامله ايه؟ عامله باميه. مش قصدي، عملتي له المفاجاه وغريبه يا اختي وبطل. ما تخافشي، مراتك فاهمه انها تبعي ومراتي فاهمه انها تبعك، بكده مش هنتقس. كل سنة وانت طيب يا أستاذ آدم. Happy birthday to you. حولي تعالي هنا. ايه ده؟ انت ايه اللي رجعك؟ انا كنت جاي احضر الافتتاح بتاع عيد الميلاد. اتفضلي اتفضلي يا غالية يا حنينة يا حنينة. حولي انت كويسة؟ انا الحمد لله. المهم انتي. معلش ما تزعليش نفسي، ما حدش واخد منها حاجه. ده انا اللي كنت لسه عاوزه اقول لك كده ناني. نعم. مفيش راجل يستاهل. فعلا يا حوري، كل رجاله وحشين وخاينين. ما تزعليش يا حوري. انا مش زعلانه يا اختي، انا بزعل على اصحابي. يا حبيبتي اللهم وفق البهايم يا رب. ولا يحرمنيش منك، يا ريت كل الرجاله زيك. حري. نعم. انت مش زعلانه؟ لا. ليه؟ حري. نعم. مين الست دي؟ انهين فيهم. معقول يا ناني؟ يعني ما انتش عارفه. مش النهارده عيد ميلاد ادم واحنا عارفين صحابنا وصحاب صحابنا؟ دي بقى صاحبي. عايز ايه؟ عايز ايه مني؟ عايز اعرف حاجة واحدة. عايز صلاة ايه؟ ايوه النهارده عيد ميلاد. ايوه في حاجة تانية بقى عايز اعرف. ايه؟ عيد ميلاد مراتي؟ مش عارفة. لا دي عايز ايه بقى؟ قولي دي بقى صاحبة مين بالظبط؟ دي مساء الخير. أربع ساعات البنت مستنيه. لا 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 لا، خد صاحبتك وانزل، خدها وانزل بقى. صاحبتك؟ ما تخافش، مش هنقول لمراتك. أنا ما يهمنيش. هاي هاي، ده كويسة فعلا. يلا وليا. باي باي يا هاني. آدم إيه الإزازة دي؟ استنى يا سمير، استنى يا سمير، استنى يا ابن المحظوظة. امسك يا سمير، امسك زيت التموين بتاع امك. امسك يا سمير كمان. دي هتبقى لنا فل قوي. تتفخم بالسم الهاري يا رب. يا انسان العصر، يا سيد هذا الكون، عمرك بلد مليون وامجادا تفوق الحصر. وضع جبل وضع حرمان سكين والبش وشبه وحدد كمان فرفان. والآن ما عادش لك حجة من الشمال.
القهوة ما عادش لك عذر الآن اتقدم وهات برهان يثبت إنك بحق لم تعد حيوان وإنك تستحق. لا وبعدين القهوة وتكون مظبوطة وبوش. حاضر. لا مؤاخذة لو السندوتش فراخ يكون أفضل. ختمة تانية. هاتيله محشي. إيه؟ لا بس لا مؤاخذة أحب لما أجي المرة الجاية ليكم ركبتوا جهاز تكييف. أنا لا أستطيع التدريس في هذا الجو الحار. لا مؤاخذة إن شاء الله ده كله يبقى بفايدة. لا إن شاء الله يا هاني بتفضلي. يلا يا شاطر نبتدي الحصة. ولاحظي انه كل ثانيه هتضيعيها محسوبه من وقتك. ايه في ايه؟ حرام اركبوا تكييف. لا ده شرابك اللي عايز تكييف. بس يا بنت يلا يا شاطر حل التمارين من صفحه 35 لصفحه 110. اتفضل يا استاذ عبد الصبور. عبد الصبور حلت التمارين يا بنت؟ لا اصل كتابي ضاع في المدرسه. يومك مش فايت ما قلتيش لي من الصبح. اطلع اسريك كتاب بني من فينا. هوا ابوكي لو جه هتبقى مصيبه. يلا يا بنت. يا مؤاخذه الله يخليك احسب الوقت الضايع. لا مؤاخذه ده تقديره متروك لي انا هنا الميقات الوحيد. ايوه ايوه ده يا خوري. يا مسبتي ده جوزي استخبى. استخبى بسرعة لو شافك هيقتلك. أنا ليه؟ أنا بجد حصة. ما هي دي المصيبة هو كمان مدرس زميل. أنا اسمي استخبى فين يا فندم؟ تعالى مصبتي مصبتي يا مصبتي يا مصبتي مصبتي مصبتي. إيه يا حورية وأنا حطب المرة ترقصي جواه؟ يا ادم ايه اللي جابك بدري النهارده؟ عديت على قاسم عكر مزاجي وبوظ لي الجدول. يا تعالى جوه احكي لي. استني لما اخد نفسي. اسكت يا حوريه. مش قاسم اتجنن؟ تصوري الراجل الواطي بيشك في مراته ليني. يا مصيبتي ليه؟ زي ما بقولك
قعدت ساعة اتنين وشيل الفكرة القذرة دي من دماغه وما فيش فايدة. أقول له إن بعض ظني إثم يقول لي لا ساعة الظن يبقى من حسن الفطن. تصدق مالك يا حورية؟ مش عارفة رقبتي مالها النهاردة. تصوري جنانه وصل لدرجة إنه يطب على بيته على غفلة يدور تحت الكنب جوه الدواليب ورا الستاير. معقول؟ متهيأله إن مراته مخبيه راجل. ايوه ده اشترى مسدس فعلا علشان لو لقى الراجل في بيته يقتله مسكته وبهدلته. وشديت المسدس من ايده وجبته معايا اهو. ايه يا حوريه مالك؟ انت اتخضيتي يا روحي؟ طبعا لا ده انا خدت من المسدس عشان ما يقتلش بيه حد غلط. حكيم انت عارفه ساعه الشك تعمل بصيره يا حوريه. بس انت نسيت تقول لي. أيوة. هو ايه اللي خلاني يشك فيها؟ ابدا. طب على بيته على غفله لقى راجل غريب. لما سال مراته قالت له ده مهندس التلفزيون وجاي يركب الاريال. ادم والله بتحصل عادي. عادي جدا. انما تقولي ايه في الراجل اللي ما عندوش ثقه في نفسه ولا في مراته؟ ارجع واقول لك اللي بيخون الناس بيبقى هو اصلا خاين. وقاسم ياما عكبتي يا اخويا. اسكت بقى يا ادم بصراحه لان كلكم كده. لا يا حورية مش احنا. مش كل الرجال اللي مؤاخذة. عندي جوزك عنده ثقة في نفسه وفي مراته وحبيبته. حياتي اديني قطة. يا ادم ده وقته يا زهرة. فين؟ عند الجيران. طيب يبقى بشوية ودي. تعالي جوزك حبيبك. على رأيك. ايه يا ولية وانا بحزبك؟ ليه؟ عشان ايه؟ مش طايق حد يلمسني. هورية لما زهرة عند الجيران كنت بتكلمي مع مين قبل ما اخش؟ ايه ده انا؟ ما كنتش بكلم حد خالص. ايوه بس انا مش متهيألي. انا متاكد اني كنت سامع صوت. يكونش قصدك على صوت التلفزيون؟ ماله التلفزيون؟ عايز يتركب له هو الاخر ولا ايه؟ ما في حد جاي البيت وانا مش موجود؟ حد مين؟ انا اللي بسالك. ما حدش. طب اتفضلي اعملي فيه جلاله وصوت وش. من عينيا. سيجارة. مش معقول تكون ظهر. افتكرش. لا انا قلبي بتوغش وحركات حورية مش طبيعية وانا ما احبش اكون قرطاس. اكيد سربت البنت ومخبيها جوه في اوضتها. ممكن سعادتك تطلع بقى؟ اطلع بره يا جبان. استغفر الله العظيم. ليه يا آدم تشك في مراتك؟ حد يشك في مراته حبيبته بعد العمر الطويل ده؟ لا لا لا. والمفروض أنا أخذ عزة. والمفروض أن انا غلطت في حاجه وعايزه اعترف واخلص. بعد ايه؟ بعد ما حسيت اني كشفت سرك. طب اقول لك اللي حصل. اخلصي يا خاينه. لو اديتني فرصه هتسامح. اخلصي يا خاينه. انا هقول لك اللي حصل. هقتلك وهقتلك. طب اسمع. خبيها فين؟ انت مين؟ انا عبب. بتعمل ايه في بيتي يا كلب؟ سيبه وانا اقول لك. اخلصي. انا في هاتف جوايا خلاني اجي بدري الليله عشان مع موعد مع القدر. ادم ما تبقاش همجي. لما توصل الشرف لو كنت بس 60 همجي. خدي نوره. خدي تعالي جنبي. تعالي عشان تشيل على صاحبك الزين تام الشرف وكرامته. ادم بلاش فضايح. اخلصي. انت خليتي فيها فضايح. ايه الحكايه يا حوري؟ ومين ده؟ طولي. رد
بانتكارك. وليه هذا يبقى مين؟ هل يعني ما عداش عليها قبل كده؟ ده اتجنن. الأستاذ بيتهمني في ده. طب اشهدوا انتوا. اقف! ده راجل. عايز اعرف ده عرفتي فين؟ عايز اعرف ده يبقى مين؟ بابا! ابوكي؟ كلامي حاسس وانا بقول مناخيرها مش طالعه لوداني ليه؟ زهر على قصدك يا عنايه. لا تعالي يا شطرة قوليلي الراجل ده يقرب لك ايه؟ تعرفيه؟ قولي ما تخافيش. ايوه بس ماما قالتلي ما اقولكش. الله اكبر. قوليلي قوليلي ما تخافيش. قوليلي انا زي ابوكي. الراجل ده شفتيه قبل كده؟ كتير. الله ربي. انت يا بالظبط لم يعد هناك مجال للشك. هقتلكم انتوا الاتنين بس الاول اعرف الراجل ده يبقى مين. ده الاستاذ عبد الصبور اللي بيديني درس خصوصي. ايوه ايوه انا عبد الخصوص بتاع الصبور في ال طب اتفضل اتفضل دلوقتي يا استاذ قبل ما تموت لنا هنا. يلا بس انا ما خدتش تمن. لا لا مش عايز. انا هستقيل من التدريس. انا ما عادش ارفع حد حاجه خالص. بابا ممكن تديني المسدس تلعب بيه شويه؟ يلا يلا استغفر الله العظيم. اللهم اغزيك يا شوشو. اخس عليك اخس. اخس عليك راجل شكاك وزنك وحش. دي مراتك ضفرها بالقتل. مسكينة حرية. نفسي افهم عايشة ازاي مع واحد همك ازاي. تجننت اتجننت عشان تفكر بالشكل ده. طب اتقان اتروى. فكر الاول قبل ما تتهم غيرك يا راجل. لا وكان بيحرضك علي بيقولك مراتك استغفلتك. بدي افهم كان قصده ايه. خلاص خلاص مالناش دعوه بيه ده مجنون فعلا. لو سمحت هات المسدس بتاعي. بتاعك؟ خلاص يا قاسم ما دام اتاكدت ان الراجل اللي كان مع مراتك في البيت ده مهندس تلفزيون فعلا. خبر اسود عليك. انت كنت بتشك فيا مع مهندس التلفزيون؟ بس انا رجعت العقل يا حبيبتي وصاحبت الباشمهندس. اخرس ولا ارضى اعيش مع واحد شكاك زيك. قاسم انت تالي مصد يا خويا. ارتعت يا حبيبي. اديني اتطلقت. ناني يا ناني رديني. ايه يا حورية انت عندك غسيل برا النهارده ولا ايه؟ ايه يا حورية؟ ها؟ نكبر الموضوع ليه؟ عشان اخش بيتي ولا ايه راجل غريب؟ وما اشكش؟ ثم لما تجيبي لبنتي مدرس خصوصي وانا عايش مش بتاخدي مني لقمة عيش حلوة يا حورية؟ دي خيانة خيانة ولازم تعتذري حالا. أنا مصر تعتذري. أنا آسف يا حورية. أنا آسف. أنا غلطت ومش هكررها تاني. وفر كلامك يا آدم. اللي عملته النهاردة ملوش غير معنى واحد أنت لسه قايله. اللي يخون الناس من غير سبب يبقى هو نفسه خاين. أنا دلوقتي اتأكدت إنك كنت بتلعب بديلك من ورايا. أقسم باللي بينا يا جاكي إن يلا 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 يا غلط. اتبع اطوي الله
ذهب الغراء والأسر الدار. زهرة، لا أمك خرجت من باب الشقة يا زهرة، مش هيحصل لك كويس. هتعمل إيه يا آدم؟ أنا بكلم البنت زهرة. طب خوريا، لو خرجت من باب الشقة خوريا هقتلك بنتك. وزهرة، لو خرجت زهرة من باب الشقة هقتلك أمك. لو خرجت تلتين باب الشقة هقتل البواب. وهقتل نفسي. I am serious. دي نهايتي ونهاية مختومة. فاير. قاضية النشان سني نملة الدبانة في منتصف سنة. واحد. إلا ربا. ودلوقتي إيه رأيكم دام عزكم صاحبهم ارتكب معظم الخطايا اللي ظهرت على الأرض تمام زي جده البدائي ما عمل؟ لا، الامتحان لسه ما انتهاش، وآدم ممكن ينجح في الملحق. أيوة، الإنسان كائن مفكر مخترع، ومدام عرف مشكلته يبقى هيقدر يحلها. إزاي ده؟ آدم لما حس بغلطته وضميره أنبه سافر بلاد بره عشان يعمل عملية في مخه، عملية تحميه من الغلط وتخليه صحح أخطاؤه كلها. العلم بتاعه خرافة كبيرة، لعبة بالسلبية. ومع ذلك اللعبة اللي فاكرين إنها هتنقذه هي ذاتها اللي هتقضي عليه وتهلكه. السؤال الثامن في الأكل، متى يكون الأكل أسهل من شك الدبوس؟ لا تقتل. خير يا حوري، في أخبار عن آدم؟ بعت لي تلغراف من أمريكا بيقول حيوصل الليلة هو وقاسم. قاسم؟ قاسم هتجيبي لي سر؟ انا خلاص طلقته بالثلاثه. طلقتيه بعد ايه؟ بعد ما اقنع جوزي يعمل عمليه في مخه. لا لا، دي مش عمليه بالظبط. امال ايه؟ ده اختراع علمي جديد كنت قريت عنه في مجله طبيه، اسمه المخ الالكتروني اللاصق. مخ الكتروني لاصق يلصق ازاي؟ زي العدسات اللاصق. شوف، ده عباره عن جهاز كمبيوتر بلاستيك صغير بيتركب على الراس وبيتصل كهربائيا بالمخ، يوم يمنع الواحد ان يتصرف غلط. ازاي يا اختي؟ ما انت عارفه المخ بتاعنا بيدي اشارات كهربائيه الجسم كله عشان نتكلم او نتحرك. الكمبيوتر ده بقى وظيفته يراجع الاشارات دي ويصححها في جزء من الثانيه. يعني زي ما تقولي كده معزفه بتفوت الاشارات الصح وبتمنع الغلط. طب والكمبيوتر ده ايش عرفه؟ متبرمج حسب نظام معين. يعني مثلا لو الواحد فكر يكذب المخ اللاصق ده يخليه يقول الحقيقه، لو جه يشتم يبدل الشيء. فهمت، يعني كانه مخ تاني. عليكي نور، بس مخ انضف بكتير. ده يبقى غالي يا اختي. اللي عرفه ان لسه ما نزلش السوق، اصلهم بيقولوا لازم يجربوه الاول على بعض الناس. يا وسبتي، ما لقوش غير جوزي يجربوه فيه لا يبوظوا له مخه. يعني ادم مخ عاجبك قوي؟ بالعكس، ده انت دلوقتي هتضمني مش هيغلط ابدا لا فيكي ولا في اي حد. ايوه. الو. ادم طالع على السلم ورايا، ما عندهاش مهندس. شنطته اهي. قول لي، ركبوا له المخ بقى كويس؟ كويس، بس ده اتولد من جديد، لما تشوفيه مش هتعرفيه، عقله بقى سوبر. عقبالك. طب قولي لي حمد لله على السلامه. كلمني انا، ادم اتاخر ليه؟ ما قلت لك طالع مع الباشمهندس. باشمهندس ايه؟ بتاع الكمبيوتر. يعني ايه؟ مهندس جايبه معايا احتياطي عشان لو جوزك حاجه باظت فيه يصلحها. باظت فيه؟ يا زهرة تعالي شوف ابوكي. ايه يا نونا، مش هترديني؟ لما تركب لك مخ انت كمان. ليه بقى؟ انا اتجننت. قصدي لما نشوف نتيجته على ادم. اتفضل يا باشمهندس. اديني يا بني. ايه
سلمك الله وراك. آدم. نعم. الحمد لله على السلامة، وحشتني. ازيك؟ انت كويس؟ اني بخير، اطمئني واهدئي بالك. بابا، هو انت مش عارفني ولا ايه؟ اعرفك تماما معرفة. انت ابنتنا المحبوبة زهرة، كيف حالك؟ اقدم لك الباشمهندس المختص. مبروك مبروك يا مدام. قولي يا اخويا، هو كده طبيعي؟ ايوه، على العموم كله مشروع في الكتالوج. اتفضلي. كتالوج يا مصيبتي. ها ادم، مالك يا حبيبي؟ انا لا بي ولا علي، اشكرك. تشكرني على ايه؟ على سؤالك الرقيق عن احوالي. يا ادم يا مقدم خالص، هذا فقط من ذوقك. بكلمني بالله حولي يا ادم، ما تكلمني عربي. هذا خطأ شائع، بل انا تحدث معك بالعربية فعلا. اصل برنامج الكمبيوتر يا مدام موضوع بالانجليزي، ودي نسخة الترجمة الخاصة بالمنطقة العربية. هذا صحيح. طب استأذن انا بقى. هذا افضل. هيا. عندي مشوار مهم جايالي. فين صحابتك؟ السلامة. مسخرة. معلش يا حبيبتي، اصله لسه في التليين. ايوه، حسب البرنامج يا مدام لازم يتحرك الاول بحرص لحد ما يظبط خطوته بحيث تتناسب مع مساحه الشقه. بالظبط، لان لو مشي بسرعه اكبر من كده ممكن يخبط في حاجه ويعمل حادثه. زهرة ابعدي عن سكته. لا عليك، استطيع ان اتبناها في الوقت المناسب. طب واقف ليه يا ادم؟ مش تقعد احسن؟ اشكرك، ساجلس عندما تشعر عضلاتي بالتعب. وهل أنت قلتي نكتة ولم أضحك؟ أنت اللي بقيت نكتة يا آدم. حقا، لم ينبهني أحد، إذن أنا نكتة. إني أحفظ نكتة، إني أحفظ نكتة، هل أقصها عليكم؟ بليز. ذات مرة ذهب رجل ليجلس على القهوة، جلس على الشاي، تمت. اقص عليك يا آدم، اقص عليك. بتهزر طبعا. كلا. لماذا أهزر؟ ما تخافيش، خش على أمي. قاسم، مين ده؟ الله، جريح حرية، ده جوزك. ده مش جوزي، ده مش آدم. بل أنا آدم، وأبي عبد ربه، وأمي سكسكة. ده لا يمكن يكون جوزي، ده مسخ، ده أراجوز. انتوا خدتوا مني جوزي وادوتوني بداله لعبة، لعبة بزنبالك. لحظة من فضلك، هل هذه نكتة؟ لا. إذن لن أضحك. تضحك على إيه؟ دي مصيبة سودة، ده هم يبكي. معذرة، فأنا لا أستطيع البكاء كمان. اهدي، لا بيضحك ولا بيبكي. اهدي اهدي يا حرية يا أختي، مش كده؟ الله، ما هو لازم يبقى حاجة على حساب حاجة، ما تنسيش بقية مميزاته. ما تفهمها يا باشمهندس. يكفينا أقول لك يا مدام إن جوزك دلوقتي بقى متبرمج. يعني بقى برم؟ لا ما أقصدش طبعاً، أقصد إن حياته كلها هتمشي على نظام زي الساعة، ياكل ويشتغل وينام ويحب في مواعيد ثابتة، ده غير إن عنده ذاكرة ترانزستور مخزنة ملايين المعلومات، ويقدر يشتغل عدة أعمال في وقت واحد وبدون مساعدة، وبيترجم بعدة لغات، ويقدر يحل المسائل الحسابية المعقدة في ثواني، ويجيد كل الألعاب الذهنية، الطاولة والشطرنج والسيجا وبنك السعادة، ده غير إن الشركة مدياكم ضمان لمدة سنة. وللعلم قطع غياره متوفرة في السوق. ايوه. انتوا بتقولوا ايه؟ هو انا كنت طلبت منكم تلاجة؟ تلاجة ايه ومسالة ايه؟ انت عندك جهاز كمبيوتر بشري متحرك. اعمل بيه ايه؟ تعملي بيه كل حاجة، تستخدميه كالعادة. يلا بينا يا باشمهندس. يلا بينا. يلا فين؟ يلا فين يا اخويا انت وهو؟ انتوا هتمشوا وتسيبوني معاه لوحدي؟ الله، جرايح حرية، هو غريب؟ ده جوزك بس معدل. هيا. لا. هيا. لا. هيا. لا. لا تحكمي على الشيء قبل أن تجربيه بنفسك يا سيدتي.
ومع ذلك مفيش مشكلة. هو صحيح الجهاز اسمه المخ اللاصق لكن ما بنساش ولا حاجة. أيوة. يلا هندسة. يلا بينا. باي باي من السلام. يلا باشمهندس. باي باي عاد. باي باي. باي باي. آدم مالك يا حبيبي؟ أنت متضايق؟ لا قصدي هل أنت متضايق مني في شيء؟ كلم البتة. طب قول حاجة. حاجة؟ لا اتكلم معايا. حددي لي الموضوع اللي تتكلموا فيه. كلمني عن نفسك، عن مشاعرك، طب قول لي حاسس بإيه دلوقتي؟ حسن، نحن الآن في شقتنا، هذه هي الأرضية، وهذا هو السقف. أما عن حال الطقس في الخريف فالجو صح، مع توقعه ببعض الرياح الشمالية، وانخفاض شديد في درجات الحرارة. بالطبع أحبك، فأنت زوجتي وأنا مضطر. لا يا أهل، لا الكلمة مش طالعة من قلبك. الكلام لا يخرج من القلب، هذا خطأ شائع. الكلام يخرج من الحنجرة واللهاء واللسان وحركات ضم الشفتين. ده مظبوط فعلا، بس لو أنت بتحبني ليه أول ما دخلت ما خدتنيش بالحضن وبستني؟ وهل أنت عايزاني أقبلك يا لدهشة؟ أنت لا تطلبي. ولماذا أطلب؟ وكيف لي أنا أعرف؟ مفروض تعرف لوحدك. حسنا، خذي الوضع. ما أقصدش كده. أسف لهذا الخطأ غير المقصود. أسف 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 أسف. إيه ده يا آدم؟ الحب والعواطف عندك بقوا بالطلب؟ أنا عايز أحبك من غير ما أشحته. تقصدين دون طلب؟ أيوة. الشقة مسحت البسطة، غسلت الصحون، نشرت الغسيل، وطهوت الطبيخ وأكلته. هل من خدمة أخرى؟ سيدتي معذرة لم أنتبه لوجودك. سيدتي يا إنتاجنتي مرسي بوكو. لحظة واحدة سأعد لك قدحا من القهوة. فانتستك الله يجنن. يا بختك يا حرية، يا بختك، ده بيساعدك اهو في كل حاجة. لا بقى لا، ملكيش حق تتبطري على النعم ده، انا لو منك اخاف لحسن واحدة تخطفه مني. ما تقدرش،
ليه؟ ما بيغلطش. يعني ايه؟ يعني لو حطيته في وسط 100 ست العيبة ما تطلعش منه. هايل بيوتيفول. بيوتيفول ايه؟ وده يبقى راجل ده اللي ما اعرفش اغير عليه يا اخواتي. استمري في طريقك، استطيع ان اتخذ الاتجاه الاخر. يكفي. السم الهاري. سأقرأ الجريدة. قرأت الجريدة. نفس أخبار أمس. انذار انذار انذار. إليكم انذار. انذار. شوفيه. إليكم انذار. شم رائحة شعر. حريق حريق حريق. انت سامع حاجة يا بوتاجاز؟ اما بص. حريق انذار انذار. اتصلوا بالمطافئ. نبهوا الجيران. حريق 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 حريق. انزلوا الاطفال اولا ثم الشيوخ ثم الرجال. واتركوا النساء. حريق حريق حريق. حريق. شم رائحة شياط. بقولك ايه؟ انا ملاست. انذار كاذب. مش ممكن تجنن بجد. يجنن خالص يا حريق يجنن. اتفضلي بدل ما تتجنني. صحيح؟ ممكن تسلفوني شوية وبعدين رجعهولي؟ استلفيه وما ترجعيهوش. ياه ده انت تاني بتعزيني قوي يا حريق. تسجيل. خطأ خطأ. إيه؟ هناك خطأ. إيه؟ إن حورية لا تحبك كما تظنين يا سيدتي. إنها دائما تشتمك وتقول عنك أنك سخيفة وغلسة وأنزوحة الفاضي. تاني يا حريق. ما تصدقهوش. أنا لا أكذب. أمال بتتجمل. أنا لا أكذب مطلقا. عارفة يا آدم. مفروض إن أنت ما تفتنش، أكيد عندك فلوس ضرب. أنا لا أفتن، لماذا لم تطلبي مني ألا أخبرها بكل الشتائم التي تشتمينها طول الليل والنهار؟ لماذا تغمزينني؟ ندى الوطن! أعذرة يا سيدتي، أعتذر لهذا الخطأ غير المقصود. لا يا آدم لا، أنت ما فيكش حاجة تتعايب. هي اللي مش عارفة أنت. ده انت الراجل المثالي اللي بتحلم بيه اي ست. شكرا شكرا. لحظة، هل اعتبر هذا بصبصة؟ اعتبر. حسن، ولكنه لا يجوز. عارفة مش عارفة ايه اللي جرالي. انا بقيت محبوسة بيك. هذه مشكلتك وحدك. بقولك ايه، ممكن تيجي تشرب عندي فنجان الشاي في بيتي؟ لا يجوز. طب اسمعني. لا يجوز. طب بصلي. لا يجوز. ايه ده؟ انا مش عاجبك؟ تعجبينني بالطبع. طيب. ولكنه لا يجوز. طب اغلط مرة واحدة. لا يجوز. عشان خاطري. لا يجوز. ده خسارة، يا ريتك كنت جوزي انا. يجوز. بتتكلم جد؟ بالطبع، فانا رجل ويجوز لي شرعا ان اتزوج 4. يبقى اتفقنا. ولكن قبل الزواج لا يجوز. انت بتكسفني. حقا، لا يليق بي ان اكسف امرأة. يبقى خلاص. ولكن تذكري دائما انه لا يجوز. مش مهم. لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز. انت بتعمل ايه؟ من جانبي انا لم افعل شيئا. هي التي كانت تبوس. حضرتك وقف لها ساكت. كلا، قلت لها مرارا انه لا يجوز. ايه بقى ايه يا ايه؟ انت مش قلتي لي استلفيه وما ترجعهوش؟ دلوقتي حالي في عينيكي يا بت. حياة كلمة. برا بيتي برا. كلا، انتظري سيدة ناني. انتظري على السيدة ناني الانتظار. انتظار سيدة ناني. انتظري. ايوه من فضلك انتظري. السيارة ترجع الى الخلف. سيدة ناني. نعم. انتظري. والآن يا حورية، حسب قانون الأحوال الشخصية من حقك أن تعرفي أن هذه المرأة ستصبح زوجتي. يا مصدق يا حورية. أرجوك يا حورية، أنا لا أحب الغلط. أنا هرم عليك الشارع. لماذا؟ وهل أنا فعلت غير الأصول؟ إذا كنت تشعرين بالطرر الجاي إلى المحكمة. هيا هيا يلا. حورية، أكلي بعضك.
مرحبا بك يا قاسم في منزلنا الصغير في البراري القناه الدنيا. ازيك؟ معذرة سأعود بعد لحظة. آدم. نعم. لو سمحت خذ الباب في يدك. هل أنت جاد في هذا القول؟ أيوة. هو رايح يعمل ايه؟ رايح يبوس. وهذا يجوز؟ يبوس مين؟ الاستاذ هيتجوز طليقتك. لا ليه هيحبها انت؟ يحب ده لا بيحب ولا بيكره ولا بيحس. انا اللي حاسه ان انا اترملت بقيت من غير راجل. امال انا رحت فين؟ يعني ايه؟ اعتبرين الراجل بتاعي هو يبقى خدام سكرتير اي حاجه عندك. ليه؟ مش ادم ده صاحبك؟ ايوه ده انا خليه يقتلك. لا بس ادم اتغير خالص بعد العمليه. دول صحاب. لا اسمعيني بس صدقيني. ايدك في ايدي قولي ورايا. ادم اتجنن. ادم اتجنن. ادم اتغير. ادم اتغير. ادم بقى وحش. ادم بقى وحش. زوقتك يا نفسي. زوقتك يا بيه. حازم. حازم بس حازم. ما هذا؟ ما هذا؟ استفسار. ما انت شايف بيخونك. لا لا صدقني والله انا لقيتها بتعيط كنت بواسيها. اذا لا يوجد خطأ. شايفه بيعبط فيا وتقولي لا يوجد خطأ؟ إنه كان يعبط فيك كي يواسيك. شكرا يا قاسم. من فضلك افعلها ثانية. لا خلاص. من أجلي يا رجل. حاضر. عارف لو قربت مني زوح. اللي جرى لك ما بقاش عندك دم، ما بقيتش تحس، طب ما بقيتش تغير. الغيرة حماقة، ثم كيف لي أن أشك دون وجود دليل؟ أنا دليل يا آدم، انا مراتك وبقول لك ده كذاب وكان بيعاكسني. بما انك زوجتي فانا مضطر لتصديق اخوالك. قاسم يا قاسم، انت يا قاسم، يا قاسم، انت شخص غير مرغوب فيك هنا. بس كده ادم مراتك كذابه، اوعى تصدق. اخرس قطع لسانك. ارجوك يا حوريه لا ترد علي هذه الشتائم البذيئه. قال كلامي. أقولك إيه؟ أنا مستنيكي بكرة في الفيلا بتاعت الساعة 5. عارف الفيلا بتاعتي طبعاً. ها؟ الساعة 5. اوعى تنسي. سأذكرها. والآن يا حورية لماذا أنت حزينة هكذا ومبوزة؟ عايزنا نشوف اللي أنت فيه ده يا آدم وما حزنش. وما هذا الذي أنا فيه؟ ألست أفضل من أن أظل همجياً؟ يا ريتك فضلت همجي، على اللي كنت بني آدم، كنت إنسان. ولكني ما زلت إنسانا. أنت ما بقيتش إنسان، أنت بقيت آلة، بقيت مكنة. فليكن، أنت أيضا ستصبحين مكنة، وقاسم مكنة، وهناني مكنة، الناس جميعا سيصبحون مكنا، وهذا هو التطور الحضاري المنشود. دي مش أفكارك. ما هي أفكاري ولكنها مصححة ومنقحة. دي أفكار البرنامج الزفت اللي حاطينه لك عشان تمشي عليه. البرنامج عن النظام، ولا بد من النظام حتى لا تسود الفوضى العالم. بس انت بقيت راديو عشان خاطر يشيل الفيشه. كلا البتة. انت بتخاف ازاي عشان نتناقش؟ كلا البتة. طب انا اشيلها لك. لن اسمح لك ان تسلبيني اعز ما املك. حته البلاستيك دي بقت اعز ما تملك. بالطبع انها شرفي، وبدونها اصبح رجلا غير شريف. بابا يلا نكمل اللعب. هيا ابنتي تعالي كي اصح لك بعض المعلومات في راسك. فلتظهر يا فتاتي، عليك اولا ان تفهمي وتعي ان اولى المبادئ الانسانيه. حوريه سامحني يا ادم، انا عملت كده لمصلحتك. حوريه ما تخافش يا حبيبي، هترجع لطبيعتك. يا حوريه، حوريه انا اتشليت، انا اتقتلت،
قاسي بقتلني؟ أبدا يا حبيبي، أنت عايش أهو وبوعيك. أنا حرية مخي بيلف أحفاضي ما تسدينيش. تقدر تفكر بس حاول. لا حرية هغلط. من غلط هتتعلم الصح. هنسى وارجع غلط تاني. ما تسدنيش يا حرية. تكبيني فيه شطر يكتب شوية حرية. لا لا يا آدم، أنت مش آلة، لازم تتصرف لوحدك. هتصرف إزاي؟ هتصرف إزاي؟ اتكلم ولا اسكت؟ ان اتكلمت اقول ايه؟ حيب مين ولا كره مين؟ امشي ولا اقف؟ ان مشيت تمشي باي اتجاه؟ قدام ولا ورا؟ شمال ولا يمين؟ اطلع ولا انزل؟ اضحك ولا ابكي؟ احب ولا اكره؟ انا بخاف من نفسي. انا مش عارف اسيطر على نفسي. حرية ما سيبنيش. أنا مش عارف أنا مين. أنا ليه؟ أنا حاسس إني نسيت كل اللي تعلمته. الرحوف الروح الفروح لكها اللكام كفيل انه يفسد قرطه. لسه بيتقوحوا. ادم قدامكم اهو، اسالوه. ادم عبد ربه، ايه رايك في نفسك دلوقتي يا همام؟ مين اللي بيسالني؟ انا اللي بساله وعايز حد يجاوبني. انا بقى مين؟ جيتك يا عبد المعين. انت انسان مخلوق من طين لكن جميل. ادوني اماره، ادوني دليل. انت الاماره وانت دليل. ادوني مرايه اشوف فيها حياتي. انا بصيت في مرايتي ما شفتش فيها غير قبحي ودممتي وعرفت المصير. انت المرايه وانت الامير، والدليل انك المخلوق الوحيد اللي وعيت انك مش كامل. وعشان تنشد الكمال لابد تتعذب وتناضل. ولحد امتى هفضل اتعذب واعاني يا راجل؟ حد طايل يعيش هذا العذاب النبيل. هذا العذاب النبيل. ما هو اللي ايده في الميه. مفيش جديد ممكن نقوله لك غير اللي قلته في يوم لروحك. افتكر اول قصيده قلتها في حياتك. لا ما كنتش فاكر. يا انسان العصر، يا سيد هذا الكون، عمرك بلغ مليون وامجاد تفوق الحصر. احترق في طريق الشوق، مرفوع الرأس عالي الجبين، مضمومة القبضة ولا تتقهر.
لن تمتهن إلا إذا تلهفت، ولن تحتقر إلا إذا توسلت، ولن تحتقر إلا إذا توسلت، ولن تموت إلا إذا انبطحت أرضا وزحفت، ولن تموت إلا إذا انبطحت أرضا وزحفت، لن تموت، لن تموت، لن تموت، لن تموت. Thank you.